صباح الخير على كل مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم الأسبوعي سيدة النساء. كل أسبوع فيك نناقش موضوع كيهمكم وكيهم علاقاتكم الاجتماعية والأسرية، وهذا الشيء رفقة الدكتورة أمال نعامي اللي كتكون حاضرة معنا. صباح الخير دكتورة أمال، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. أبشرك مبروكة. الله يبارك فيك علينا وعليك. اليوم إن شاء الله أكيد موضوع جديد غادي نناقشوا معاك دكتورة أمال نعامي، وفي غادي نتواصلوا مع المستمعين الكرام ايضا باش يشاركونا التجارب ديالهم، ناخذوا الاراء ديالهم ايضا ونسمعوا ليهم واتصالاتهم واسئلتهم ان شاء الله غادي نجاوبوا عليها رفقه الدكتوره امال نعامي من خلال موعدكم الاسبوعي برنامج سيده النساء. اليوم موضوعنا على اسباب وعلاج التوتر اللي كيكون بين الزوجين، فربما اليوم غادي نوضعوا الاصبع دكتوره امال نعامي على الاسباب اللي كتؤدي لهذا المشكل، الخلافات اللي كتنتج عليه، كذلك غادي نعرفوا واش الطبع فعلا دائما من يغلب التطبع، واش هي طبيعة في الإنسان، واش لما الإنسان كتكون الحالة النفسية ديالو متوترة هاد الشيء اللي كيعطي هاد العوامل هادي، أو لربما المشاكل اللي كتكون في علاقتهم. يعني هنا كنتكلموا على مشاكل كثيرة ممكن تكون عند علاقة بالمشاعر بالعواطف، ما هو معنوي ما هو مادي أيضا اللي كنلاحظوا أنه كتنتج عليه مشاكل كثيرة. فدو الموضوع دينا اليوم إن شاء الله أسباب وعلاج التوتر والعصبية اللي كتكون بين الزوجين. باب التواصل كيف العادة مفتوح من خلال الأرقام اللي هي دائما راها الإشارة 05 22 46 72 50 51 أو 52. بإمكانكم تواصلوا معنا من خلال الرقم 50 80. كنذكركم على أنه ضروري ولازم كتكتبوا في أول الرسالة اللي غادي نتبعتوا بها كلمة ماد، كتخليوا فراغ صغير وكتبعتوا بالسؤال ديالكم للرقم 50 80 في رسالة قصيرة SMS، وكل أسئلتكم إن شاء الله نجاوبوا عليها في الحلقة ديال اليوم. مدام الموعد على أنه غادي يجمعنا إن شاء الله تقريبا في حوالي ساعتين، يعني من الآن حتى 12 احنا معكم على الهواء مباشرة على ماد غاديو الإذاعة القريبة منكم. إذن دكتورة أمال نعم يمشوا على بركة الله، أول حاجة العصبية ربما التوتر اللي كيحصل بين الزوجين، واش عنده تعريف يعني بالنسبة للأخصائيين في العلاقات الأسرية يعني كل ما عنده علاقة بالاستشارات، كذلك المشاكل اللي كتهم الزوجين، شنو التعريف اللي كتعطيه ووقتاش كنقولوا لأنه فعلا هذا توتر وعصبية يعني كاينة في العلاقة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن المعروف قبل ما نعطي التعريف أن الغضب والتوتر في العلاقة الزوجية من الأمور اللي كتسيء لها بواحد الشكل كبير، يعني ولو كانت بشكل بسيط، لأنها كتضربه في العمق، كتضرب العلاقة الزوجية في العمق. علاش قلت ولو تكون بسيطة ولو تكون بشكل بسيط؟ لأنه كنعرفوا بأنه سمية إلا كانت قليلة ولكن على المدى الطويل كتؤدي للقتل. فبالتالي كذلك التوتر والعصبية كتؤدي إلى الفتك بالعلاقة الزوجية على المدى الطويل. فهنايا أولا نعرفوا بالتوتر والعصبية. التوتر العصبية هو واحد الحالة فيزيولوجية جسمانية وسيكولوجية نفسية في نفس الوقت، اللي كتنتاب شخص من الأشخاص لما كيتعرض لواحد الحالة من ضغوطات نفسية أو سيكولوجية، سواء من محيط ديالو أو لا حتى من ذاته، ولكن تكونات من طرف المحيط، تكونات من خلال المحيط. وهنايا بطبيعة الحال كيكون المحيط إما علاقة زوجية يعني زوجين، أو تيكون عمل، أفراد في العمل أو نوع العمل، أو تيكون كذلك من طرف الوالدين. هذا بالنسبة للأطفال، لأن الأطفال حتى هما تظهر عليهم واحد المعالم واحد الأعراض ديال التوتر والعصبية. فبالتالي هاد الأعراض النفسية السيكولوجية الجسمانية الفيزيولوجية هي اللي كتشكل لنا وهي اللي كتعطينا هاد التوتر. إذن هو تيكون عرض لمرض إن صح التعبير، هو تيكون عرض لمجموعة من الأمور اللي كتخالج نفسية الإنسان. هنايا التوتر في العلاقة الزوجية عنده سببين أساسيين، يعني أنا جملتهم في سببين. السبب الأول هو موضوعي، أقول موضوعي، يعني عنده علاقة بالمشاكل اللي كنصادفوها في الحياة. وكاين سبب آخر اللي هو ذاتي نفسي، غنتكلموا عليه من بعد. بالنسبة للمشاكل الموضوعية اللي كيجابهوها الزوجين كتختلف من بيئة لبيئة، كتختلف من أشخاص لأشخاص، وهي متنوعة. بالإجمال ممكن أننا نقول بأنها كتقسم لواحد الأمور اللي هي مهمة، اللي هي أولها عدم القيام بالمسؤوليات، أول شيء
فاش نقول عدم قيام المسؤوليات هو سبب خطير جدا اللي كيجعل ان الطرف الاخر اللي كيحس بانه ما عندوش واحد الاهميه وان الطرف اللي تيعيش معاه ما قايمش المسؤوليات تيخليه في حاله ديال التوتر وعصبيه. طبعا الحال كيكون توتر خفيف اليوم على غدا اليوم غدا تيدير واحد الاحباط تيدير واحد النفسيه اللي هي منهزمه تيدير واحد النوع ديال الحزن تيدير فممكن انه يتطور ويولي توتر وعصبيه من بعد اللي كتخلق واحد التوتر كذلك في العلاقه الزوجيه. فهنا لما تنقول عدم القيام بالمسؤوليات معظم الناس يمشيوا للجانب المادي او لا تيمشيو للجانب فقط ديال الاعمال البيت او للعمل عند الرجل او كذا. هنا انا بغيت نركز على واحد المسؤوليه اللي هي مهمه هي مسؤوليه الرعايه مسؤوليه الاهتمام مسؤوليه انك تعطي الاولويه للشخص اللي هو معك يعني هذاك الزوج او الزوجه تعطيه الاولويه في حياتك بمعنى في العلاقه الاسريه بطبيعه الحال انه كاين مجالات كثيره ولكن في العلاقه الاسريه والعلاقه الزوجيه كتعطيه الاولويه هو قبل من اي شخص في العلاقه الاسريه حتى قبل من الوليدات قبل من مجموعه الامور. فهنايا لما كيحس الانسان كزوج او لزوجه بانه المسؤوليات العاطفيه كاينه بانه الاهتمام كاين بشكل اللي تيبغيه لا شك تيحصل عنده ارتياح ما كيحصلش عنده توتر. ولكن بالعكس لما تلقاو بانه بعض الازواج خاصه الرجال تيقول لك يعني صافي انا تزوجت راه درتها بين يديام بالنسبه للمراه فما كيبقاش ديك الكلام المعسول كيف ما كان ما تيبقاش ديك الغزل كيف ما كان ما تيبقاش ديك الاهتمام كيف ما كان كيخلي المراه كتبقى تسائل مع نفسها هو ما تيلاحظش هاد الامور تيقول انا مادام تزوجتها والا راه تنبغيها وهي فاهمه هذا الامر ولكن هي كتبدا تقارن ما قبل الزواج مع ما بعد الزواج وكتقول راه تبدل تغير تغير اذا كاين شي سبب اذا ما بقاش كيبغيني اذا ربما تقدر تكون شي علاقه اخرى ربما مجموعه الامور. اذا هذه من الامور اللي راها هذه المسؤوليه العاطفيه والعطاء العاطفي مهم جدا انا جعلته في الاولويات لانه الانسان يقدر يصبر على المسائل الماديه تقدر يصبر انه تكون نقص تكون ازمات تكون كذا ولكن الجانب التكاتف العاطفي مهم تيكون واحد الزاد اللي هو قوي وكبير باش اننا تنزيدوا القدام وكتبقى هذيك لان الانسان شوف كيف ما كيتغدى بالاكل والشرب وكذا كيتغدى بالحب. الحب واحد الشيء اللي عظيم جدا اللي خصنا نحافظوا عليه ولما تيكون الحب تتكون مجموعه ديال الامور كتهون يعني مجموعه الامور. كذلك الزوجة نفس الأمر ماشي للزوج الزوجة حتى هي كتكون مثلا مهتمة بجمالها قبل من الزواج مهتمة بأناقتها مهتمة بشعرها مهتمة بجميع الأمور اللي كتثير مشاعر الرجل وكتجذب ليها من بعد الزواج صافي كتقول أو هنايا قياسا يعني واعتبارا للحالة الأولى اللي قلت أن الزوج ما تيبقاش يبادلها هذيك المشاعر ما تيبقاش يصرح بها كيولي عندها رد فعل كتقول صافي هو مادام ما مهتمش بيا ما كيقوليش كلام زوين ما يعني ما كيبادلنيش المحبه بشكل من الاشكال ما هذا بالتالي صافي ما كاينلاش حتى نديها في راسي كتولي هي كانها محبطه عاطفيا وانثويا فكتهمل الجانب الجمالي ديالها الاناقه ديالها الاهتمام حتى هي بالمشاعر وبالتصريح بالمشاعر وهذيك المسائل كامله اللي كتكون بين الازواج فكتولي كتهملها ربما حتى العلاقه الحميميه كتبدا تهرب منها لان الجانب النفسي عند المراه والجانب العاطفي هو بدايه ديال العلاقه الحميميه بخلاف الرجل. الرجل قد يستتار بشكل مباشر يعني من واحد الحاله نظريه او منظريه مباشره لكن المراه كتبغي واحد الاستعداد اللي هو قبلي اللي كيكون شويه طويل. فبالتالي هنايا كيولي اهمال الزوجه لحالتها والاناقتها والجمالها وكيبقى يقول لك الراجل حتى هو شوف راه ما بقاتش مديها فيا ما بقاتش تصبغيني او لا هكذا وتتولي هنا مشاكل تيولي توتر كيلاحظ هو ذاك الامر اليوم وغدا وبعده حتى كيحصل عنده واحد التوتر اما تيه الى ما كانش يعني يخشى الله تعالى كيقيم شي علاقه اخرى الى كان تيحسن التواصل راه كيتواصل مع زوجته تيصرح ليها بالامر وكتصرح له حتى هي بالامر هذا هو المطلوب هذا هو العلاج هو انه نطلبوا من الاخر قبل ما تتفاقم الامور ما نخليوش تراكم انا اكره التراكم في العلاقه الزوجيه التراكمات نعم عارفه دكتوره امل انه كاين ناس اللي كيخليو على مدى سنين هذيك التراكمات للاسف تيقول لك لا خصو هو يفهم او خصها هي تفهم لا سيدي لا قول له شنو كاين باش كتحس انتم زوجين يعني شوف الله تعالى كيقول انكم انتم لباس لبعضكم فتحادي اللباس كتلبس اللي كيناسبك علاش كتختار اللون علاش باش تقولش لا راه هو خصو يختارني لا انت كتختارو وانت كتقول شنو هذه اللي جاتني مع ذاتي ومع جسمي ومع الجو ومع كذا فاذا كاين اختيار علاش ملي كنتعاملوا مع اخر
وخاصة الزوجين راهم راه جسد واحد كيوليو شخص واحد يعني زوج شخص واحد وفي الأصل راهم جسد واحد كيف ما الله سبحانه وتعالى كيقول أن الله عز وجل خلق المرأة من ضلع الرجل ومن جسم الرجل. فإذا هذه الجمالية نحفظوا عليها، هذه الروحانية المتحدة، هذا الحب الروحاني المتحد نخليه مستمر. فإذا هنا التصريح مهم جدا، مهم أنه يكون تصريح جميل ولو تكون بطريقة ديال التساؤل، واش مثلا ما بقيتيش هيك كتبغيني، واش ما بقيتش كنعمر لك، يعني هذه في أقصى الحالات، وإن كان راه كاين أساليب أخرى ما كاينلاش نذكرها. راه كنظن أن الإنسان يتفنن، شوف يجلسوا مع نفوسنا وتنفسوا تنفس عميق، شفنا راسنا متوترين وشاف الزوج راسه متوتر ولا الزوجة، ما يتكلمش في ديك اللحظة الغضب، لحظة ديال التوتر ما يتكلمش فيها، وإنما يجلس مع راسه ويحقق لنفسه واحد الارتياح أولا، عادة باش يعبر على المشاعر ديالو الآخر، عادة باش يقول له مثلا ها شنو بغيت وها شنو بغيت، وفي الآخر يقول له آه ما درتش أنا هذه عسي علاش راهي أنت كذا، وغتبدا المرأة غادي يرجع لعندك دائما. دكتورة أمال يا عمي وحلقة اليوم من برنامج السيدة والنساء، حابة اتصالاتكم على 05 22 46 72 50 51 أو 52، كل ما زال احنا متوقفين عند الأسباب ديال التوتر والعصبية بين الزوجين ولا في العلاقة الزوجية. دكتورة أمال، إذا قلت بأنه المسؤولية الحسية العاطفية من أهم الأمور اللي كتخلي إما كيكون سعادة بين زوجين أو لك يكون واحد توتر. فإذا التفتوا لهذا الأمر أولا، لأنه من أعظم أسباب التوتر في العلاقة الزوجية هو تقول لك أنه ما مهتمش بها، ولا هو تقول لك أنا هي ما مهتماش بيا، إذا ما كيراعيوش مشاعر بعضياتهم. فإذا مهم جدا أنه تعلموا العطاء، تعلموا العطاء العاطفي النفسي المعنوي أكثر منه عطاء مادي. فالعطاء المادي راه تيجي عرضا، راه لابد بأنه المسؤولية المادية والنفقة وديك المسائل كتجي، وحتى المرأة راه كتطيب وكتقد دارها ومسائل، لكن هذا العطاء اللي كيكون الإنسان في أمس الحاجة ليه، أو هذا الإشباع العاطفي اللي تيكون الإنسان في أمس الحاجة ليه مهم جدا. فهنايا باش الإنسان يقدر يعطي أكثر ويستمر في العطاء، ما يقولش بأن وانا عطيت والاخر ما بادنيش اذا توقف، يدير في نيته واحد الامر هو الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، يدير في نيته الله تعالى كيقول وعاشرهن بالمعروف. لما تيستحضر الانسان هذا البعد الايماني، هذا البعد الروحاني، والله العظيم يهون عليه كل امر، تيبقى يعطي يعطي يعطي، لانه اصلا تعطي لنفسه اولا، تعطي لنفسه تعطي العلاقه، تنجح العلاقه الزوجيه. فإلا دار في نفسه كل واحد زوج وزوجه بانه كيقلب على الاسباب، علاش الاخر مقلق، علاش الزوجه مقلقه، علاش الزوج مقلق، عرفتي راهي في هذيك النقطه هذه راه اجر وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى، لان فيها بذل مجهود، والله تعالى يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، كيعرف الله سبحانه وتعالى النيات، وان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فماشي نستهنوا باننا نعرفوا شنو السبب، الاخر مقلق او بان لي واحد فطور نعرف شنو السبب، نقلب نوقف. اذا معرفه الاسباب هي، شوف حتى في التشخيص الطبي كاين اللي كيعطيه أهمية أكثر من 50%. لما تنعرفوا المرض يعني يتم تشخيص سليم تسهل علينا العلاج. إذا مهم تكون واحد القراءة من طرفين. كاين قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، إن من أكملكم إيمانا أحاسنكم أخلاقا، هذا من حسن الخلق أنك تلمس شنو السبب اللي خلى الآخر يتوتر أو يتعصب. أحاسنكم أخلاقا وألطفكم بأهله، إذا اللطف ديال الأهل مع الأهل هذه من أولويات ومن أجمل الأمور اللي كتأدي بنا إلى الأجر والثواب وإلى السعادة في نفس الوقت. كاين سبب آخر اللي هو الأسباب المادية، ما نكروها شيء. الأسباب المادية عند الأزواج كتخلي عندهم واحد التوتر، سواء في بداية العلاقة الزوجية إذا كانوا ما مستعدينش ماديا مزيان للعلاقة الزوجية، أو لا كتجي مثلا بعض الأمور المباغتة، كتجي ظروف معينة كيكون غادي مزيان، كيجي واحد الظرف معين كتوقع أزمة مثلا، كتوقع أزمة مثلا أو لا شي يعني خسارة ولا شي ظرف ولا يعني هكذا فايت، أو لا حتى إنسان مثلا ما تقدرش وما تيديرش واحد التخطيط، أو لا ما كاينش مصادر ديال الرزق اللي هي تغطي له ديك الحاجيات. غير هنايا تنصح الأزواج أن أول شيء هو يكون مسألة ديال الإيمان بقضاء الله وقدره، هذا الإيمان بقضاء الله وقدره كيخلي عندنا واحد الإطمئنان النفسي اللي تيخلينا نفكروا في العلاج، كنفكروا في حل المشكل، ما تنبقاوش منحاصرين في المشكل. ها هو عندي مشكل مادي، أنا متوتر، أنا معصب، علاش أنا
شنو هذا المشكل منين جاني، راني مخنوق، راني كذا، وما تفكرش في الحل. الإسلام عطانا هذا الحل، هذا ديال أولا رضا بالواقع، رضا وسلم بالواقع، الإيمان بقضاء الله وقدره، وتقول يعني في واحد مستوى ديال الرضا، تكون في واحد مستوى ديال الرضا بهذاك الأمر. بعد ذلك غيجيك العلاج بشكل تلقائي جدا. يعني غتخمم ديك الساعة، تكون الحالة النفسية ديالك والعقلية مرتاحة، غتبدأ تخمم في العلاج. إذا بدأت تقلب مثلا على الأسباب ديال أنني نحسن المستوى المادي ديالي، تكون ولو غير شي مشاريع بسيطة. شحال من الناس كنلقاوهم وقعوا في أزمات، والله العظيم كاينين اللي مساكنهم مابقاوش لقاو ما ياكلوا، ولكن سبحان الله الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وقلبوا على شي مشاريع بسيطة، راه ما شاء الله فين وصلوا دابا. نعم. يعني سنعرفوهم في الواقع فين وصلوا دابا. فبالتالي عمر الإنسان ما يئس، لا يئس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. فدائما الأمل لازم يكون حاضر، ثم الاستعانة بالله، الأذكار، الاستغفار، لأنه باب من أبواب الرزق. فعلاش الإنسان تيبقى محن نفسه، محن داك الشخص اللي يعيش معاه، تيبقى مركز على المشكل وما تيقلبش على الحل. والحل بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. الله تعالى راه فاتح لنا الابواب للخير، راه لا يدوم حال، راه الحل ما تيدومش، فقط خصنا غير عارفوا حنايا ديك البصيص الامل فين كاين، ونمشيو نجريو عنده، هذا هو المطلوب. اذا قلت هذه الاسباب الماديه، انا سنصح الازواج انهم يعتبروها عارضه، فيعني غادي يدوز ان شاء الله تعالى، فما يبقاوش واقفين عندها. وهذا الشيء كنشوفوه يعني في الواقع، ان بزاف الازواج اللي بداو علاقات مادية او لا يعني وضع مادي كان ماشي 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 مرضي، ومن بعد تحسنت الامور. فبالتالي الامل دائما، الامل كاين. وحتى ان الله سبحانه وتعالى سيقول ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يعني سبحان الله، كاين بزاف اللي التمسوا، حتى السلف الصالح سيقول لك انه التمس الغنى في النكاح، التمس الغنى في الزواج. والله يعني هذه شفتها بعيني. ناس اللي كانوا والله فقراء ما كيكسبوا ما تيعلموا، وسبحان الله العظيم تزوجوا، ربي سبحانه وتعالى فيض عليهم الرزق، وربي سبحانه وتعالى يعني كيجي داك الوليه تيجي معاه الرزق، وقبل حتى الوليد، غير مجرد هذيك الزواج كل واحد شنو تيجيب له، كل واحد ربي سبحانه وتعالى كيفتح له. شوف اليقين والجانب الايماني مهم جدا، ما نكروه شيء. في التوازن النفسي عند الانسان، والتوازن الذاتي خصو يكون جانب ايماني حاضر، ولكن تكون معها فتنه ويكون فيه ذكاء، وتكون فيه يعني اجتهاد ايضا، طبيعه الحال اجتهاد والنظر الى الابعاد، والسعي. لا يتنافى السعي مع الإيمان بقضاء الله وقدره. لا يتنافى السعي. شوف كان أظنه عمر رضي الله عنه، كان جاء عند شي شخص ولقاه مريض، ف يعني أو في المجمل أن ذاك الشخص اللي مريض تياخذ دواء، قال له واش هل تفر من قضاء الله؟ أنت عطاك الله هذا المرض، راه قضاء خصك ترضى به. قال له أفر من قضاء الله إلى قضاء الله، أو من قدر الله إلى قدر الله. يعني راه أنا مأمن بالقدر، كنت ندير الأسباب للعلاج، ما تيتنافاش. إذا ما يمكنش كيف تنقولوا، كان الأب ديالي الله يرحمه تيقولها، شي واحد ما تيقبلش التغيير ولا حاجة تيقول له بقى جالس في الماء، قول يا ربي تنشفني، ربي تنشفني. خرج من هذيك الضياء ديال الماء، وراه الله عز وجل غادي يسر لك. وكاين واحد الحكاية في هذا الأمر، كان واحد قال لك غرق، ايوا تيدوزو فواحد البحيره وما تيعرفش يعوم، وكيدوزو من حداه الناس كل واحد يمدو يديه ارا باش تيقولوا لا ربي غينقذني. تيدوز الاول، اذا وصل له الماء لجهه الورك ديالو، وصل له الماء لجهه البطن ديالو، غادي تيطلع على الصدر ديالو، تيدوز كل واحد يقول له ارا مدي يدك، تيقول له لا الله اللي غينقذني. نتوما قال لك حتى بقى حتى مات، توفى مشى عند الله عز وجل. قال له والله سبحانه وتعالى يحاسبه، علاش انت ما الناس جاو تنقضوك وما مديتيش يديك؟ يعني هنا يشوف، قال له راه انا اللي صفت لك، الله عز وجل قال له انا اللي صفت لك هذوك الناس. فاذا نفهموا البعد ديال هذا الامر، هو انه اتخاذ الاسباب لا يتنافى مع الايمان بالقضاء والقدر. هذا نعم التوكل، وهذا هو التوكل، والا غيكون تواكل. كاين اسباب اخرى، اللي منها مثلا الاهل، تيكون تدخل ديال الاهل، العائلات، الاسر، خطير جدا، وتيجعل انه العلاقه الزوجيه كتولي في توتر. كتجي مثلا الحمات، كتجي الحمات تقول لها بنتي لقيتيها مقاده، ما تعبتي ما عييتي والو، لقيتيه موجود
جمع راسه ويدير بيزول ما فيها باس يعني. هي كتحتاج هي الشكر الى هذا، ولكن لما تيولي الامر مبالغ فيه تيولي فيه حقد وغيره وحسد صعيب. وشوف سبحان الله تقارن نفسها مع الوضع ديالها كيف ما كان. حنا عشنا الراجل كان تيضربنا، حنا عشنا كنا في الازمات، حنا كذا، وانت لقيتي. اذا هنا هذا الشيء نعم. وشوف سبحان الله الذكاء هنا ديال الزوجه ايضا دكتور امل العامي، فرد الفعل ربما كنشوفوه كيختلف. ربما كاينه زوجه ديال الابن شنو تقول لحماتها، قد تضحك وتقول له شكرا راه شوف سنتي راه كان لك نصيب فانني انا دابا عايشه مرتاحه. كاينه وحده اخرى اللي ما كت نعم اللي ما كتقبلش هذا الامر نهائيا. لا ينفهموها، نفهموا النفسيات، خصوصا الانسان اللي تيبدا تيكبر تيحتاج واحد النوع ديال الشكر، تيحتاج النوع ديال الشكر، واحد الشكر اللي تيكون عميق وفائض. خصو يكون انشكر لي ولوالديك، لهذا قال الله تعالى انشكر لي ولوالديك، يعني شكرهم دائما. ولكن للاسف شنو تيوقع؟ علاش ديك الزوجه كتخلص؟ علاش ديك زوجة الابن تتخلص الضرائب؟ تيكونوا الاولاد ما شبعوش الجانب العاطفي الشكري عند الام. عند الام نعم. فما بقى عندها فراغ. بقى عندها فراغ. ملقات الفرصة فين تفرغوا، فين جات في ديك مرات الولد مسكينة، ولا حتى هي راها مسكينة. إذا هنايا ينتبهوا الوليدات، يعطيوا الوقت العاطفي للأمهات والآباء كذلك، فيشبعوهم في الجانب النفسي، يعطيهم كلمات ديال السرور، ديال الألفة، ديال ما يكفيش. ولكن سمحيني لنا دكتورة أمل، تالي العكس، مثلا كاين النسيبة اللي كتقول له أنا قريتها وكبرتها. جاية كتكون نسيبة، شنو كتبغي؟ كتقول له أنا بنتي خاصها تعيش واحد المستوى معين. نعم. أنا بنتي خاصها تعيش بحال قراناتها فلانة وفلانة، راه أقل منها جمال وأقل منها كذا وأقل منها شوف فين عايشة. نعم. إذا هنا كيبقى ديك الضغط، ديك التوتر حاصل. أولا كيف ما قلتي أستاذ عفاف، يعني كتبقى تقول له بديك الشكل هذا، راه علاش بنتي ما عايشاش بهذا الوضع؟ علاش بنتي ما مهتمش بي؟ هنا كيبقى ديك الزن صعيب بزاف، كيخلق واحد التوتر وما كيولد غير العداوة وما تيغيرش الوضع. المفروض أنه الوالدين يكونوا عون على دوك الأزواج الجدد، يكونوا لهم عون على إقامة علاقة زوجية. هنا خصها تحضر الحكمة والفطنة والإيمان. الله تعالى انت عايشك في واحد الوضع، راه الله اللي قسمه لك، وهذيك البنت قسم لها الله سبحانه وتعالى، راه الله المعطي، راه ماشي شي حد اللي سيعطي، راه المانع هو الله سبحانه وتعالى، المعطي هو الله. اذا المعطي والمانع، الجانب الايماني يكون حاضر، ولكن ما نساوش ان الجانب النفسي حتى هو خصو يكون فيه اشباع كيف ما قلت، باش لان احنا بشر، تنبقوا اننا بشر. ثم كل واحد يعتبر الاخر راهو جزء منه، راهو دخل العائله ديالو، راه طرف منه، راه امين حفادها ان شاء الله، وحتى هي راه أم الزوج، راها في مقام الأم. إذا الرعاية تكون متبادلة والاهتمام يكون متبادل والعطاء متبادل. إذا هذه هي النماذج اللي ممكن كاين أسباب مشاكل الأطفال اللي نتكلموا عليها. نعم، ربما غادي يحتاج في الاتصالات ديال المستمعين كنا غنشوفوا أسباب أخرى أيضا. معك دكتورة أمل مشكورة، غادي نمشيو نتواصلوا في أول مكالمة مع كاميليا على الخط معنا من مدينة. للأسف كاميليا كاين مشكل في التواصل معك، فإما غتبعدي على الراديو وإما ما عرفش واش مشكل واش غدا في الطريق أو لقبت الطريق، وهذا راه مشكل بحد ذاته. وقفي واختاري شي مكان اللي يكون مناسب بطبيعة الحال وحتى قانونيا مسموح فيه يعني الوقوف والتوقف، عاد تواصلي معنا كاميليا. مرحبا بك إن شاء الله، وتواصلي معنا من خلال الأرقام اللي مفتوحة دائما وراها إشارة كل المستمعين الكرام. مرحبا إلا بغيتوا تشاركونا تجاربكم فيما يخص الموضوع ديال اليوم، وحنا كنتكلموا على أسباب وعلاج العصبية والتوتر اللي كيحدث بين الزوجين. مرحبا بأسئلتكم ايضا، ارقامنا هي 0522 46 72 50 51 او 52، وما تنسوش انه كاين رقم اخر للتواصل معنا من خلال رسائل الاس ام اس، وهذا رقم ربما للناس اللي كيكون ما كيحالفهمش الحظ في الاتصالات الهاتفيه، كيلقاو دائما الخطط مشغوله، فكاين رقم للتواصل هو 5080. غير ما تنسوش في اول الرساله اللي غادي تبعثوا بها ضروري ولازم كتكتبوا كلمات ماد، كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بالسؤال ديالكم للرقم 5080. كاميليا رجعات فهي معنا. صباح الخير كاميليا. للاسف انقطع مع الاتصال بالمره. استاذه عفاف الاشكال كاين عاود واحد الاسباب اخرى. اسباب مهمه اللي هي كتعلق بالاطفال، لما تيجي المولود الاول او للمولود الثاني وكتكون واحد الاختلاف نوعيه التربيه عند الزوجين، كل واحد كيفاش بغى يربي، هذا كيخلق توتر. الاب بغى يربي بواحد الصرامه،
وتيقول لك انه حنا كيفاش تربينا خص داك الوليد حتى هو مثلا نربيه بديك الشكل، يعني على اختلاف الاشخاص وعلى اختلاف البيئات بطبيعه الحال. كتجي مثلا هذا مجرد مثال، والا كيكون العكس عاود، تيكون الاب مثلا تربى في واحد البيئه اللي هي لطيفه، اللي هي فيها الاقناع، اللي هي فيها السلاسه ديال التواصل، اللي فيها الاهتمام الجميل، فيها كذا، فاذا كتكون الامور طيبه. اذا المهم، اولا كتجي الزوجه مثلا وكتقول له بانه انا انت كتعلم ولدي شي حاجه، ولدي اذا هو ماشي ولده، ولدي اولا ولدنا اولا الولد على كل حال، كتعلموا شي امور اللي انا ما بغيتوش يتعلمها، ولا كتعاملوا شي معامله ما بغيتش. هنا كيكون اختلاف في الانماط ديال التربيه تيخلق توتر، تيخلق توتر، وكنشوفوا هذا الامر هذا. هنا شنو خاص، شنو العلاج؟ العلاج هو انه يجلس الزوج والزوجه مع بعضهم قبل ما يجي ديك الوليد، ويحاولوا يوضعوا واحد الخطه تربويه، خطة تربوية في أي حاجة طاحت لهم في بالهم. أنا ما غاديش نمشي معاهم الجانب الأكاديمي التربوي المحض، وإن كان مطلوب، وإن كان مطلوب ما نكذبوش. الجانب التربوي، إذا التربية هي دراسة، التربية هي علم، خاصنا نلتفتوا ليه وخاصنا نهتموا به ونتقفوا به، نتقفوا فيه. فإذا خاص الإنسان يشري كتيبات، ولو غير كتيب واحد يستفد منه شيء الكثير والكثير، لأنه صناعة البشر من أعظم الصناعات. خاصنا باش نعرفوا بأنه بغينا نصنعوا بشر، نصنعوا إنسان، راه ماشي كنصنعوه اعتباطا ولا بالطريقة اللي ربى وليداتنا، لأن والدين عفوا، لأنه تقدر تكون خطأ وتقدر تكون صواب. فإذا خاص الانتقاء، انتقاء الأفكار، انتقاء الأساليب التربوية، انتقاء المحيط والبيئة واللي خاصة يتربوا فيها هذيك الأطفال. إذا هنا هي الاهتمام بهذا الجانب، اهتمام مهم. إذا مناقشة، أنا قلت بالنسبة للناس اللي مثلا ما قارين شاي أو لا، كاينة سبل ديال التعلم، علاش؟ كاين يعني لي زوديو، كاين لي فيديو، كاين الحمد لله هكذا يعني إذاعة ما شاء الله، اللي إنسان كيستفد منها وكيتعلم. فالإنسان المهم، النبي صلى الله عليه وسلم تيقول الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن. شوف الحكمة راه بحال شي حاجة مجلية للإنسان، خصو يقلب عليها، خصو يقلب عليها. كلنا مجلي لينا اش؟ مجلي لينا العلم، مجلي لينا الثقافة، الإيمان، التواصل، العيش الكريم، كله مجلي لينا، خاصنا نقلبوا عليه. أن وجدها فهو أولى بها، فوق ما وجدها خصو هو يلتقطها بسرعة بسرعة، ويغتنمها ويسقطها على نفسه وعلى حياته. فإذا بحثوا على الحكمة، الحكمة راه مهمة، وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذا هنايا جلسوا مع بعضهم، مثلا حنا كنشوفوا وليدات ديال الجيران، وليدات ديال العائلة، نقولوا مثلا شوف فلان إلا وقع لينا هاد التصرف من ولدنا مثلا كيفاش غنتعاملوا به؟ إذا هنايا كاين استباق ديال التعامل، كيفاش غنتعاملوا؟ شنو رد الفعل ديالك؟ كتصور ردود الأفعال ديال الأطفال كاملين وكتحطهم قدامك، أولا كيفاش كيتصرفوا الأطفال وكيفاش خاصنا نتعاملوا. أما إلا خلينا الأمور اعتباطية وحتى كتجي وكيكون أولا تيخلق توتر بين الزوجين، ثانيا تيخلق واحد الامر اخر اللي هو ارتباك عن الطفل، واحد تيقول له لا ما ديرش، واحد تيقول له دير. اذا هنايا من اسباب التردد عند الاطفال هو هذا الامر، واحد تيقول له ما ديرش، واحد تيقول له دير. هنا كيخلق واحد الارتباك عند الطفل، وتيولد عنده التردد حتى ملي تيكبر ما تيعرفش انه كيفاش يتخذ قرارات بسبب هذا الشيء، لانه كانوا المربين ديالو كانوا ما متفقين شيء على كلام واحد وعلى نوع وعلى نمط واحد ديال التربيه. إذا جلسوا مع بعضهم يتوقعوا جميع الأمور اللي غادي تصادفهم، ثم تكون دراسة حتى للمسائل المادية على مستوى معقول، ماشي الإفراط، ماشي الإفراط عاود ديك الورقة والستيلو الكثير اللي كيخلق توتر أصلا، لا يعني بأمور اللي هي هكذا معروفة عادية، غير باش ما تجيهمش. هذا من ضمن التخطيط المادي حتى هو اللي هو مطلوب على المستوى البعيد وكذا، فين مثلا غادي يقريو الوليدات، فين مثلا يعني المستوى اللي حيت كاين اللي كيبقى من الحب والوليدات وكيبقى يشري لهم اللباس، يشري لهم اللباس، كيضيع أموال كثيرة في اللباس في لي مارك، هذه كتسوى كذا، علاش؟ باش ولدي يلبس احسن حاجه، كيظن بان العطاء للطفل وافضل عطاء والحب للطفل هو هذاك مقرون بالماركات لا اطلاقا. والله هذا الهوس ديال الماركات اللي ولا عند بعض الناس خطير خطير، فما نكونوش مستهلكين، نكونوا منتجين. لبسوا سيدي غير اي حاجه عاديه، لبسوا اي حاجه عاديه، ولكن اعطيه عمرو بالايمان، عمرو بالعلم، عمرو بالثقافه، اعطيه الاولويه ديالو اللي غتعيشو سعيد في الحياه. شفتي ولو تخلي له اموال طائله الا ما كانش عنده ذكاء وما كانش عنده حكمه وما كانش عنده فطنه وما عندوش ايمان، غيضيع ديك المال وغيضيع حتى هو معاه. فبالتالي خليه انسان نافع للمجتمع بواحد الشكل اللي
نتواصل مع المستمعين الكرام. ومصطفى على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير مصطفى. صباح الخير. لا كنشكركم وكنشكركم على هذا البرنامج، لان الجانب النفسي في الحياه الزوجيه والتفاهم اللي كيحصل من بعده هو مهم. فانني كنقول ان بان دائما كننبهوا الشخص اللي غيتزوج كيفاش غادي دير في الحياه ديالك، ولكن انا كنشبه الحياه الزوجيه مع العائله ديال الطرف ديال الرجل، لان عندنا الرجل هو اللي الاسره ديالو احيانا كتدخل بشكل عنيف. كنظن ان بحال شي واحد كيعرف يسوق، ولكن هذاك اللي غير تاكل في حقه الحادثه راه ما كيعرفش، راه جاي من الدار ولا هذا ولا هذا. دونك ان راه كيف كاين قال واحد الفيلسوف اعرف نفسك بنفسك. نعم. انا كنشوف هذه الزوجه اللي غتدخل لواحد الاسره راه كاين جوج الحوايج، غير اما هذه الاسره متفاهمه ومبتسمه تدخل في النسيج ديالهم، تدخل في العلاقات ديالهم ولا تهرب. انا على حسب تجربتي، انا دوزت واحد التجربه مريره وهذا الشيء كلشي هذه الميتافيزيقا ربما انني حاولت نطبقها فشلت، رغم انني مسكون فاعل جمعاوي هذا مصطفى. مصطفى ممكن تشاركنا التجربه ديالك فقط للعبره بالنسبه للمستمعين الكرام؟ شنو التجربه اللي مريتي منها؟ انني تجربه انني تعرفت على واحد الناس تزوجت بها على سنه الرسول في 3 ايام تزوجنا، هذا الامور بخير. كان عندها مشكل ديال الاب ديالها انه تخلى عليها في واحد الطرف، يعني انا نسانت هذا دخلنا الحياه الزوجيه. الاسره ديالي كانت بواحد الشكل عنيف، انا عنفت لي الزوجه، يعني مجموعه من التفاهمات، مجموعه من 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 من, 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 من الارساليات اللي ارسلت وهذا وهذا والو ما لقيتش لا سلاح لي لا رحيم. يعني الاخت ديالي كتجي من اسبانيا باش تعنف الاخت ديالي، يعني ان واحد الشوشره كتعنف الزوجه ديالي. يعني من بعد غادي نعطيك علاش انني غنقول بان علاش، لان اذا كانت هاد المراه غتدخل لهاد الحياه ومعها الزوج راه ممكن ما تخافش. راه احيانا كنلقاو ان الزوج والاسره في هاد العائلات كيتجمعوا بجوج، كي غادي دير هاد المراه غادي تحاول تفهم هاد الارساليه الاستاذه اللي قالت بان خصها تقول لها انت يا زوجي درتي لي داك الوليات شكرا. راه ما كاينش شكرا، راه كاين اما علاقه واحد حي ولا واحد ميت. فانني دوزنا واحد دوزت واحد 6 شهور كنت مجي من الخدمه كنقول له المراه غنلقاها ولا ما نلقاهاش، يعني ان يعني واحد ولهاد الدرجه هذه بواحد الشكل اللي ما تصورش. ولما كتجي الزوجه ديالي عند الاهل ديالي يعني في هاد الامور، لما كتجي الزوجه ديالي عند الاهل ديالها كتقول لهم انا مهرلين في مساكن ومصوت ليا وديري ليا وكتعكس واحد الصوره، لان حتى هذيك 9 شهور غادي يهرسوا لي الدار وغادي يديوا لي الاثاث وغادي هذا وهذا، واحد الشكل ديال داك الشيء ديال قريش. يعني انا كنشوف دوك الافلام. شكون هذه الام ديالك والاخوه؟ هذه للاسف الام ديالي والاخوات ديالي. اكثر من هذا انني موظف مشاو داروا شكايه كيديه بانني عرضتهم للضرب، وكيجيبوا الام ديالي فواحد الشيء زرولو كيقدموا قدام الهيئات وبواحد المبالغ ماليه اللي تعطاتها لك الاطراف وهذا باش يمشي للسجن وتمشي لي الوظيفه وتشتت الاسره ديالي. فانني منين نقبلك معاهم ابتلاء اسيدي مصطفى، ابتلاك الله تعالى ابتلاء ابتلاء انني شت الحل انني خليت لهم هذيك الدار ديالي، كنت انا في بيدون فيل انني غنستافد واحد من البقعه وهذا، خليت لهم هذاك الشيء وهربت بالماضي ديالي يعني عند الاهل ديالها وعشت معاهم مده سنتين، عطيت واحد الاستقبال حتى اننا داروا لي الروسيكلاج ديال التربيه. فما كاينش شي حوايج اللي ماخدي درت واحد الروسيكلاج دخلت واحد الحياه اخرى. وانني شنقول لك يعني صراحه من بعد انني خديت بيت سكني، الزوجه ديال اسست واحد الشركه الحمد لله هي دابا الان في مستوى الشركه كتشتغل، انا موظف وعرفتي كان دابا كنشوف بحال شي فيلم ديال الخليع انه كيدوز من حدانا. او واش فعلا هذيك الفتره راه فعلا كانت في حياتنا مده 9 شهور، يعني ان كانت واحد الفيلم كبير. دونك راه هاد دونك بالنسبه الله يخلي هاد الفتيات اللي غيبغي يقبلوا الزواج، للاسف نحن العلاقه الزوجيه فيها اعجاب. الراجل كيتعجب بواحد الفتاه كيجيبها للحياه الزوجيه، راه ممكن واحد الفتره ما يبقاش معجب بها، كتولي مشكل، يعني كيولي انه هو طالب باش يعنفها مع عمو باش تهرب. يعني انا كنظن ان انا عندي دابا 2 بنات ان شاء الله، انا نقويهم من الجانب الاقتصادي والجانب المعنوي، نكونوا مهيئين يلقاو الصدمات ما يلقاوش الحبيبه الزوجيه. راه ذاك الراجل اللي يقول لها الحبيبه ولا الغزاله اللي كيف قال لها في النهار الاول راه ما غاديش تبقى. يعني اذا كانت القوه الاقتصاديه صلح ليا ما صلحش ليا،
السيدي راه هي متهيئه انها تجر القطار ديالها بنفسها. واكثر من هكا انني كنشوف بان اذا كان الزوج عنده استقلال في الشخصيه ديالو في التفكير ديالو راه ممكن يكون بجانبها. راه احيانا انني كنعيش بحكم الوظيفه اللي كنعيش كنشوف انه هما معا على 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 المراه ويجيب انا مسكينه ماشي جبل والسيد الدري كيكون مثلا مخطط لحمو كيلبسو قميجه بيضاء وكيجيبو لهذيك السيده من عندهم الدار بيضاء وكتصوروا معي بانهم هكذا منطقه ريفيه ان كيجي واحد يخطبها من الدار البيضاء كتقول هذا راه هو هذا هو الحل هذا هو الحلم. فلما كتجي كتعيش واحد الظروف اكراهات وهذا دونك راه حنا اللي خصنا نديرو التربيه ديال بنيتاتنا وفي المدرسه اننا نقويو هذا الجانب. هذا الجانب النفسي راه مهم لانها تكون مع 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 عارفه واحد الوقت راه غيكون واحد الهزه تكون انها هي كيفاش تعالجها. وانا كنظن انا كنصح الاخوات اللي هما مقبله على الزواج يا اما هذه الاسره بنتاسمة ان كاين اللي مخليقه. انا ربما عندي واحد الصديق وكنشوف فيه شويه النرفازه فلما تعرفت على العائله ديالو للاسف اسمحوا لي لا طولت استاذه فلما تعرفت على الاسره ديالو الاخوات لقيت نفس الهزات. فقلت لهم انا بحال هذه الجمله كامل كنسحب غير واحد ولكن انتم كلكم هكا يعني ان كاين اسر اللي هي مخلوقه باش تخلق السوء وكاين اسر اللي كتشوفها دائما بالرحمه وهذا كيف ما درتيها ما كاين باس ما كاين يعني ان الانسان الى ذاك الاعجاب مع راه كيشوفك بعين ايجابيه ولا بغى يشوف عين سلبيه راه غير ناعس ناعسه حتى 8 ونص المره يقول لك هي ناعسه يعني غير انا الى طيبه وجا شي طيب ماشي وهي هي فهمتي بحال شي واحد حاضيك راه ما يمكنش يعني كنصح تسيد لك يعني الاخطاء هذا هو دونك ان علاش المراه علاش غندخل لواحد المعركه اللي هو فيها واحد رابح واحد خاسر يعني ان من الاول ما تدخلش هذه المعركه. الراجل المستقل بذاته وبتفكيره فداك اذا كان عنده ذوك النزاعات غيجوا غير خطره ولا اخته غتصيفط شي ميساج واحد المره في شهور ومن بعيد ماشي مشكل ولكن الا كان الواحد عايش معاك معركه حياه او موت. انا شفت معركه حياه او موت ولو كان ما كنت مجان بهذه السيده هذه كانت مسكينه انها تمشي ضحيه وتا انا نقول لهم هي واحده ويجيبوا لي واحده اخرى وهذا وان من الطرائف انهم كانوا باغيين يجيبوا لي شي وحده من شي جبل باش يلبسوا على طريقتهم ويديروها فاند ميناج. هذا هو فاند ميناج صوبي لنا مسمن بغينا هذه وهذا وانت راك دونك هذا هو الاساس. شكرا لك مصطفى لانك شاركتي اول مره كيتواصل معنا. سبق لك تواصلتي معنا سيدي مصطفى ياك؟ اييه قلت عليك عندك جوج بنيتات وقلتي بانه نفس النقطه كنتكلم عليها قبل قال بانه الجانب المادي مهم حتى هو باش نهيئ بنيتي. نعم شكرا لك مصطفى تواصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء وشكرا اول حاجه على ثقتك فينا وشاركتينا التجربه ديالك والتفاصيل ديال حياتك وباش مريتي وشنو وقع وشنو عانيتي والحمد لله قدرتي انك تجاوز الازمه. شكرا لك لانها نصيحه من رجل لكل الفتيات المقبلات على الزواج عطى مجموعه ديال النقط ربما غنرجعوا نناقشوها مع الدكتورة أمال نعامي دائما في موعدكم الأسبوعي من برنامج سيدة نساء أكيد على ميد راديو. مرحبا باتصالاتكم على 0522 46 72 50 51 أو 52. غادي نمشيو نتواصلوا مع كاميليا على الخط معنا من مدينة الرباط. صباح الخير كاميليا. صباح النور على الله. شخباركم لاباس؟ عايشكم مبروكة. الله يبارك فيك. ديزولي اسمحوا لي. عايشكم مبروكة بالصحة والسلامة إن شاء الله. يا رب. جو سي غازي أنني معاكم اليوم في هاد لا راديو، جو سي موفيل فيها، مي جو سي تخي كونتونت، جو سويت أون بون كونتينياسيون فريمون. شكرا لك كاميليا. الله يعاونكم. يا رب. ألوغ لا كيستيون ديالي اسمحوا لي ماشي في لو تيم دو جور يعني اسمحوا لي. مرحبا مرحبا. مرحبا مرحبا. ألوغ جو سي ماريي عندي 29 أون، عندي وليد عنده 7 أون. الحمد لله هي اكتيف من الحمد لله عليها وبغيت ندير له ان سبور و فرانشمون زعما جو سي بيردو بغيت ندير له شي حاجه اللي هي مهمه اللي هي فيها الدفع ديالو. الحمد لله متابع في القران وتبارك الله ماشي فيه مزيان وبغيت نزيد له ان سبور هو الى لو فوت مي انا جيم بيان لي سبور نوتيك بحكم انني درتهم وخفت لن زعما انسيست عليهم في السبور نوتيك وما يمشيش فيهم ولو سوسي ماجور ديال لي مامون هو انهم يديروا شي حاجه لوليداتهم ما تستعجبهمش وتاخر ترجع عليهم. جو فو با لانفلونسي ديريكتومون سون كو درت معايا موفيز اكسبيريونس انني حاولت نعلمو يعوم وخا تارديفمون وحاولت نتبعو نفسي يعني هادي سيت ان ايغور دو ما بار انني
انا حاولت نجبرو انه يعوم ودابا ولا عنده انتفوبي من توسكي مير توسكي بيسين توسكي ولا كيبان يعني كيخاف يعني كيعوم بحال قلتي في كشكوش غير قدام كنحاول زعما نحاول انسيست عليه انه يدخل انه يزعم شويه معايا انه هذا مي سون سون ريزولتا يعني كيخاف كيقول ماما لا ماما صافي يعني بانيك بواحد لافاسون تا فمو كيزرق وزعما سي ما فوت وما عرفتش على اي سن على اي سن كاميليا دخلتي هكذا يا أكثر خمس سنين وي وي خمس سنين بلا ما يساعد هو كان كيحلى دخلتي لأن كلوب ولا غير هكذا معك فاش يكون في لابيسين ولا في شي بلاصة لا معايا يعني انا قلت طونك اكبر ماما كنقول طونك جو في ان سبور نوتيك انا زعما من صغري ومعلمه وش في لا بلونج وهذا انت قادره تعلمي نعم قلت نعلمو انا وانا ماما هو اللي تخوب انفلونسي باغ سون بابا يعني باباه كيموت على كوره وهو ولا في حالو يعني وانا كتجيني افيك تو مي ريسبي لو فوت جيم بيان مي كتجيني ما عرفتش كتجيني بحال ديني فريز الزنقه يمكن ما تربيتش عليه ولا هذا احساس اللي كيجي للنساء بزاف من كرة القدم خصوصا طبيعي يمكن كنغيروا منها حيت الرجال كيبقاو قاعدين في التلفازه حيت هي رياضه شعبيه يعني متاحه للجميع واخا لاله كاميليا نجاوبك على هذا الامر ان شاء الله شكرا سمحوا لي بالتفاعل ولكم مبروك عندك شي سؤال اخر؟ لا لا سي بون ميرسي شكرا لك كاميليا تواصلت معنا من مدينه الرباط ربي يخليك شكرا جزيلا فكرة القدم راه ما تنسيش كاميليا السعاده اللي كتكون عند ولاد الحي وهم جمعهم وبعد مرات مفرقاهم الرياضه يعني هي جماعيه نعم وشعبيه شعبيه وفيها تقنيات دفاعيه تقنيات هجوميه تقنيات يعني اللي كتحتاجها حالة الشباب حتى في الحياة إلا عكسناها على الحياة تلقاو بأنها كتلخصها لنا ربما كرة القدم ولكن للأسف هاد الأبعاد هادي هاد الجلسة ونفكروا في مجموعة الأمور ونشوفوا الأبعاد ديالها ما كيناش عند بزاف ديال الناس بالعكس ولات للأسف الآن أنها مصدر ديال تعاسة ديال المجتمع تعاسة ديال الوطن أحيانا فاش لقاوها بأنه كرة القدم مشى من هذيك البعد اللي مفروض يكون فيها اللي أنها رياضة فيها تنافسية فيها واحد الهدف خصو يوصلو كل واحد يحقه ولكن ما ننسوش بأنه خصها تكون فيها أخلاقيات وتكون فيها قيم أي رياضة من الرياضات إلى زولنا منها الجانب الأخلاقي والقيمي ما كتبقاش عندها قيمة لأنه شنو البعد اللي خصو كل والدين يوصلوا لوليداتهم الرياضة من الرياضات لما كتدخل لها وهذه غادي تنفعك لالا كاميليا حتى مع ولدك لما كتدخل لها شنو المبتغى منها شنو القصد منها هذا مهم جدا إذا إلا كان الغرض ديالك مثلا هذه الحالة ديال لالا كاميليا الغرض ديالها بأنه تولي واحد المستوى جسمي عند الوليد فإذا هنايا غتشوف شنو هي الرياضة اللي متناسبة مع القدرات الجسمانية ديالو مهم جدا ما يمكنش مثلا وليد عنده واحد الضعف جسماني او لا تيعاني من مرض من الامراض مثلا او لا من هذا وغادي ندخلوه لواحد المعارك غادي ندخل لواحد النوع ديال الرياضات اللي هي عراقيه قبل ما نهيئوه وقبل ما نقويو له جسمه اذا نعم الرياضه هي في نفس الوقت راه كتقوي الذات كتقوي الجسم كتقوي النفس كتقوي الروح وهذا هو البعد اللي قلت لك بانه خصو يكون حاضر عند الوالدين باش يدوزوه لوليداتهم بان ماشي غير تدخل لهذيك المعركه ديال بين قوسين معركه حيت هما كيسميوها معركه هذيك المقابله وتعتبرها معركه لا المفروض انها هي لعبه كتبقى رياضة الرياضة تنافسية وصافي ممكن تكون خسر ممكن تكون رابح كتسعى انك تكون رابح ولكن جانب الخسارة يكون حاضر علاش باش ما كنحطموش النفسيات ما كنشوفوش حالة الإجرام اللي كنشوفو الآن بسبب إذا لما كتولي رياضة كتولي هي سبب ديال المشاكل بالنقص منها يعني بكل صراحة لما تتكون هي سبب مشاكل فما محتاجوهاش إذا هنايا خاص دائما الرياضة لازموها بواحد الثقافة تكون معها ثقافة أنا كنحبد يعني هذه فرصة أنا نرجع نجاوب على كاميليا ولكن فرصة غتستفد حتى هي من مجموعة الأمور فرصة باش نقول بأنه رياضة كرة القدم كانت من الرياضات اللي كتعجبنا
اللي كتعجبنا تنعيشوا فيها مع الوطن لما تيلعب المغرب مع دولة أخرى وكنشعروا بديك الحماس وكنعندنا الرغبة بأنه يربح المغرب وأنه يعني كترفع الهمة وكتلقى المغاربة كلهم مصطفين وكلهم عندهم ديك الرغبة وروح وحدة وسبحان الله والمغرب غادي يلعب وهذا يعني فرحانين وفواحد القمة وكنبغيوهم المنتخب الوطني يلعب ويربح وكذا. هنايا كان واحد الروح جميلة ولكن للأسف لما ولات غير فرق وطنية اللي كتلعب وكيكون أدى بيناتها هنا كاين خلل. يعني أنا كنطالب سواء الإعلام سواء المسؤولين في يعني في الشبيبة والرياضة أو لا غيرهم أنهم يديروا واحد ثقافة رياضية مع الممارسة دي الرياضة، ثقافة رياضية بمعنى أنه قبل مثلا علاش الملعب مثلا منهيئوش فيه اللي يكونوا أخصائيين، علاش ما يكونوش أخصائيين نفسانيين أخصائيين دينيين أخصائيين اجتماعيين اللي يكونوا حاضرين ويوعي وهذيك ويدير واحد الكلمة، علاش ما تكونش واحد الكلمة قبل المقابلة مثلا؟ لما لا؟ علاش حنا ننتظروا حتى الغرب يديرها مثلا نديروها حنايا؟ واحد الكلمة تذكيرية، واحد الكلمة فيها رفع روح المعنويات بأنه راه نتوما إخوة، على كل حال اللي يربح اللي يخسر راه حنا كاملين خوت، يعني الغرض هو أنه كتبرز واحد القدرات واحد المهارات ديالك ما كانتش شي خسرتي ولا خفقتي راه خصك تزيد تطورها. اما باش تعادي من اجل يعني فريق او من اجل لعبه او من اجل لا، هذا المهم هذا موضوع كبير خاصنا نهيئوا ليه بصراحه، خصو تهيئ واحد تهيئ كبير. المساله ديال اختيار الرياضه لالا كاميليا، اذا قلت لك الجانب الجسمي خصك تشوفيه، الجانب النفسي خصك تشوفيه حتى هو عند ولدك، بمعنى الرغبة ديالو في أي رياضة قلتي هو يحاكي، إذا هنايا كاين محبة. شوف شنو جروا عند بابا، هو أنه يحاكي لأنه دائما الوليدات تقلدوا اللي كبر منهم. وأمر آخر هو أنه ربما لقى عنده تمك فاش تكون كرة القدم هو كيتفرج كاين فرحة كاين تفاعل كاين العكس، هو لقى عند كاميليا قالت جبراته أنه نعم. إذا هو يا ربما غدرتي له هذه الفوبيا هذه ديال حتى الماء. يعني انت عندك كنتي قلتي كدير لي سبور نوتيك ولكن ما عرفتيش الطريقه. شوف هنايا كنعرفوا الخلل اللي ما تعرفوش الطريقه كيفاش نوصلوا، علاش المونيتور مهم لانه تيكون دارس كيفاش انه يوصل لك واحد الحاجه كيفاش واحد اللعبه يوصل كاميليا، واخا قالت انها كتقن يعني السباحه وهذو الامور كامله ولكن ما قدراتش مع ولدها ما قدرش تعلمو لان تقنيات تماما، خاص تقنيات اللي يكون دارسها كل واحد ويعرف انه ولكن جامي ترو طار. انا نقول لك يعني ما تخافيش شي لالا، هاد الفوبيا تقدر تحيد لانه باقي الوليد صغير 7 سنين، غير خصك توضعيه بين ايد امنه وممكن انك ديري له واحد النوع ديال التنوع، مثلا كلوب اللي يكون فيه تنوع يكون فيه الفروسيه فيه السباحه فيه، هو لما غيستانس مع وليدات مع يشوف اطفال اللي تيلعبوا بواحد الشكل ومرتاحين وما تكونيش انت هذا الرابط لانه تبقى عند الوليده صابط شرطي. بمعنى واحد الحدث وقع مع شخص معين لما تيكون داك الشخص معين كنجيبوا ديك الحدث عندنا كينتقل في الدماغ وفي اللاوعي ديالنا كينتقل الصوره الذهنيه كتحضر. فاذا ولدك الا بغيتيه يندمج وينسجم في هذا النوع ديال الرياضات خاص يكون شي واحد اللي يحببها له وهي ما تكونش حاضره في هذا الموقف هذا، وغادي تغير له الفكره غير بشويه ولكن تكون تدرج. مساله ديال التدرج مهمه في اننا نولفوا شي طفل انه يمارس شي لعبه من اللعب او لانه يستانس مثلا حتى بالدراسه. دابا حنا يعني في الوقت ديال بدايه موسم دراسي جديد ولا بدايه موسم جامعي جديد، اللي خاص نعرفوا الحكمه كيفاش نتعاملوا مع الوليدات باش يحبوا اولا الدراسه او لا يحب اللعبه. خليه شوف غتجيبي له مثلا دي فيديو لالا ديال الناس اللي تيلعبوا رياضه مثلا سباحه او شي رياضه اخرى. انا غير علاش ركزت وقلت لك السباحه لانه قلتي ولا عنده التخوف وكيزرق يعني في المحتوى كيزرق يعني كاين تخوف، لكن هيزول هذا التخوف الا غيرنا الصوره الذهنيه. نعطيك مثال، مثلا لما كنشوفوا فيلم رعب لما كتشوف فيلم رعب انت بوحديتك في الدار وبالليل والظلام وكتسمع ديك الاصوات المرعبه وديك المناظر المرعبه الصوت يعني تصور غير تيسالي فيلم ما كتقدرش تحرك من بلاصتك يعني كتخاف من الظلام كتخاف بزاف خاصه يعني بالنسبه للمراهقين ولا هذا ولا حتى الكبار.
اما الا شفتي واحد الفيلم ديال الرعب مثلا وانا بين قوسين ما تنحبش شيء وما تنشوفهم شيء وما تنبغيش الناس يشوفوهم غير هي صوره اللي كنعكسوها على الواقع. ولما كتشوف نفس الفيلم في ظروف اخرى مع اصدقاء ديالك وكنتوا كتضحكوا وكان نهار وكانت ربما شي تفاعلات اخرى حاضره وهذا ما كتحس بالخوف من بعد ما كتحسش بالنوع نفس ثقل الخوف اللي حسيتي به قبل. اذا علاش حيت كاين صوره ذهنيه كاين صوره حسيه كاين صوره بصريه وسمعيه اللي كانت خلقات هذيك الحدث. اذا هنا لما كيجي عندنا مثلا شخص هكذا حنا في التطوير الذاتي كيجي عندك شخص وكيكون عنده مشاكل هكذا فوبيا من شي حاجه خوف من شي حاجه كتغير له الصوره الذهنيه اولا كتغير له الحدث كيولي كيشوف. ونعطيك مثال اخر يقرب لك نفس الفيلم ديال الرعب نقصنا له الصوت هنايا باش غتغير الصوره. شوف كيفاش غنغيروا الصوره كتنقص له الصوت وكدير صوت ديال رسوم متحركه ولا ديال مثلا عادي الامام ديال الفنان ديالنا الكوميديين ديال ايكو ديال شي واحد اللي تيضحكك ياك. اذا كتشوف الصوره ولكن السمع كتبدل واش كيبقى نفس لا ما تيبقاش نفس الاحساس تتغير الاحساس كثير كتغير الاحساس كثير وكتبدا تنتقل بالتدرج من هذيك الصوره السيئه او السلبيه الى صوره ايجابيه. اذا التدرج امني بها لله وغيقوموا به ناس اخرين. اذا قلت لك جانب ديال الرغبه ديال ولدك خلي جانب ديال الحب الرياضي يكون عنده حاضر وديري له كلوب اللي يكون فيه تنوع ديال الرياضات يمارس كل حاجه. والنبي صلى الله عليه وسلم راه قالنا علموا اولادكم السباحه والرماية وركوب الخيل. الرماية مهمة اش كتعلم الوليدات تحقيق الهدف كتحدد الهدف اولا وكتحاول تحققه وثم تعلم التركيز. التركيز اللي افتقدوه الاطفال الان راه تتعلموا الرماية ماشي متاح للجميع ولكن على كل حال نديروا وسائل اخرى كاينه وسائل كثيره اللي كتعلم الوليدات التركيز. هاد الشطنه اللي كنشوفوا فيها الوليدات هاد عدم التركيز حتى في الدراسه في الفصل يعني في القسم ديالهم اولا حتى انه باش يجلس ويا كل ما كيكونش عنده الرغبه دائما يعني تيكون حركي كثير حركيه زائده هنا طاقه خاصها تفرغ وخاصها وسائل اخرى. ثم اذا الرمايه قلت ركوب الخيل اش يعلم القياده قيادة وتينفع واحد الشكل عظيم جدا في العمود الفقري. العمود الفقري عرفتي الناس اللي كيديروا ليكيتاسيون يعني تيكون عندهم واحد الجلسه اللي هي رائعه فعلا كتبان لك مستقيمه رائعه وواقفين وشوف لما كيوقف جسمك كتوقف روحك ونفسك كتكون قادر انك تحكم جسمك كتحكم في امور اخرى نفسيه ديالك وفي حياتيه ديالك. اذا ديري له شويه ديال التنوع حاولي تمسحي هذيك ديك الامر من الذاكره حاليا ما تدخليش معاه في اعاده تجربه لا لان اعاده التجربه غيعاود له الاحساس غيعاود له المسائل. خرجي صاحبي على الله خلي ناس اخرين اللي يقوموا بالتجربه ويكون عنده واحد المصاحبه ديال وليدات اخرين ونوعي له في هذا ولا خليه هو يختار من غير كره القدم قولوا اليوم كره القدم ولدي غدا نهار اخر غنديروا حاجه غدا نديروا حاجه ولكن باللطف اللطف اللطف وعمرك ما تدخليه التجربه بلا ما يتصورها لان بالنسبه له هو الماء شنو هو غرق هو موت. اذا ما عندوش اليات نعم. دابا وصلنا مع المستمعين الكرام على 0522 46 72 50 51 او 52 لكل المستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا. هاد المره في مكالمه اخرى غادي نمشيو باش نتواصلوا مع احمد على الخط معنا من مدينه مكناس. اهلا وسهلا بك احمد. احمد صباح الخير. صباح الخير عليكم عواشركم مبروكة. أنا نوع عليك إن شاء الله مرحبا. لاباس عليكم. الحمد لله. شكرا سيدي. الله يخصك بارك الله فيك الله يخصك أنا وخص أمان حتى نشكركم على هذا البرنامج نشكروا هذه الإذاعة بزاف. العفو معك أحمد. أحمد معك عفاف مرحبا. عفاف سكيني. مرحبا أحمد. شكرا بزاف. أخت آمل صافي معليش 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 أحمد يلا حال أسماء الحمد لله كلهم كل مرحبا بارك الله فيك الحمد لله. دكتورة أمالي بغيت نسولك واحد السؤال الله يجازيك بخير. تفضل سيدي. عندي شوية ديال الصوت صور بزاف في الدار كنبقى نغوت وهي شنو المشكل كنتقلق بزاف على علاش كتقلق سيدي أحمد؟ على أبسط الأشياء مثلا مش كنتوتر بزاف ابسط الاشياء مزوج سيدي احمد مزوج في عمري 40 سنه مزوج عندي ولد عنده 2 سنين وبني عنده 4 سنين تبارك الله. قبل ما نسولك على علاقتك مع مراتك نقول لك طبيعه العمل ديالك كيف دايره؟ مزيانه الحمد لله. هكذاك ما عندكش مشاكل في العمل؟ لا مزيانه. ما كتحسش بالتوتر في الخدمه؟ لا ما تنحسش. اذا التوتر عندك غير في البيت؟ غير في البيت تقريبا. المراه مزيانه الله يعمرها سلعه. ناحيه المراه ماشي شي مراه اللي هي
سقي الله وعمرها. اذا شنو التوتر جاي من الوليدات؟ يعني كتشوف شي منظر دارو؟ الوليدات مزيان بالنسبه لي انا غير سنتعصب. ايه واخا سيدي احمد انا نمشي معك. يعني انت دخلتي للدار كليتي ارتاحيتي صليتي شنو بغيتي قريتي شويه تفرجتي ربما شي برنامج هذا شنو الحاجه اللي انت جالس مرتاح ولما كتشوفها او لما كتجيك في بالك كتعصب بحالاش كتشوف ابسط الاشياء حالش. شي حاجه ما تحطاتش مو بعتها ولا شي حاجه كون كنتوتر يعني انت من الناس اللي كيبغيو النظام الكبير وكل حاجه تكون في بلاصتها. هذه نفس الحاله مشابهه اللي كان جاني واحد السؤال في الصفحه الرسميه ديال فيسبوك سيدات النساء نصيحه امل. واحد السيده حتى هي نفس الامر عندها يعني عندها هذاك النظام المفرط وهي هذا كيتسمى سيدي احمد من نوع ديال الشخصيه البصريه نمط الشخصيه البصري بمعنى يقدر يقلقوا غير شي كاس ماشي في بلاصته شي حاجه ماشي في بلاصتها شي حاجه ما دارتش في وقتها شي حاجه يعني بهذا الشكل هذا ياك سيدي احمد هذا الشيء اللي كاين. نعم شكرا هذا اللي كاين. مرحبا مرحبا سيدي احمد جوج واخا احمد ان شاء الله نجاوب على السؤال ديالك. العفو شكرا لك تواصلتي معنا من مدينه مكناس. تفضلي دكتوره امل. هما الناس اللي كيهتموا بادق التفاصيل. ادق التفاصيل هنايا كيكون عنده اسباب. اولا كتكون اسباب اللي هي تربويه بمعنى عادات اللي اكتسبها الانسان في البيت ديالو وماشي غير عادات بمعنى انه كان تيشوف انه كل شيء منظم في بيتهم وكذا لا كيكون واحد النوع ديال السيطره من طرف الام او الاب على انزال هذيك الامور مكانها على هذاك النوع ديال الالتزام وكيكون معاه واحد العقاب الا ما كانش عقاب جسدي كيكون معاه عقاب نفسي يعني ضغط معنوي على داك الطفل علاش ما حطيتيش هذيك البلاصه غنعاقبك غندير لك غنفعل لك اولا واحد الطريقه اذا تيخليو تبرمجوه تيولي طفل مبرمج طبيعه الحال طبيعي جدا لما غيولي شاب غيولي زوج غيمشي على داك النمط لان الشيء اللي استقر في نفسه وفي عاداته الفكريه وعاداته النمطيه الحياتيه فطبيعي غيولي بحال هكذاك واي صوره مخالفه لهذيك الصوره اللي كانت عنده قبل غيعتبرها راه خطا غيعتبرها خطا. هنايا كاين واحد الامر اخر فكري اللي خصنا نربيو عليه الوليدات ونربيو عليه الناس انه الاوضاع الاجتماعيه والبيئيه خاصنا نامنوا فيها في الاختلاف. هو زوج اللي تربى في هذه البيئه بهذا الشكل، الزوجه تربات في بيئه اخرى ما عندهاش اشكال، هذه تكون مخربقه، هذه مرونه، هذه ماشي في بلاصتها، هذه نامنوا بالاختلاف. فماشي انا على صواب وانت على خطا، لا، كل واحد علاش؟ نعم النظام مزيان ما قلنا شيء ولكن الافراط في النظام بمعنى كتكون مثلا انسان عنده اولويات سيدته هي خدامه او حتى ما خدامهش ما كتشتغل شيء عندها وليداتها واش هي غادي تنوض تجمع الدار وتنوض تجفف وتصيق وتحك وتقاد ولا تراجع مع ولدها اللي عنده الامتحان شنو الاولويه اذا هنايا فارق ديال الاولويات فارق فكري اذا هنا كيخلق اشكال عند الزوج اللي هو تربى في واحد البيئه اخرى هي بيئتها وكاين عاوتاني النساء اللي لا تقول لك لا انا ما نقدرش نشوف الدار مرونه واخا ولدي عنده امتحان واخا لا خصني انا نقاد اذا كتاخذ من وقت ديال ولدها في حين كان الاولويه انها تجلس مع ولدها الاولى هو تجلس مع ولدها وتراجع مع ولدها لانه هنا الاولويات الفكريه خصها تتحط في مكانها ولكن باش توصل الاولويات الفكريه خص يكون واحد الراحه نفسيه وطمئنان نفسي اللي يكون هو من ضمن الاسباب ديال هذا التوتر اللي بحال اللي عند سيدي احمد. كاينه شي تراكمات ديال الماضي سيدي احمد اكيد لا بد اما واحد عنف شي شويه عنف ولو غير نفسي في التربيه عند يعني كنتي طفل اولا مراهق في البيت هذا احتمال اولا من دوك الناس اللي تيكون عاود عندهم مستوى التطلع كبير جدا ولا يقبلون الخطا هذه كتكون الشخصيه الوسواسيه انها دائما الناس اللي تيكون عندهم تطلع كبير ومستوى ديال الاداء ديالهم ما تيقبلوش فيه الخطا كيوقع لهم هذا المشكل هذا الشيء كيأثر على زواجهم اكيد اكيد تيأثر تيأثر ولكن تيأثر الى ما التفتوش ليه تيأثر الى ما وقفوش عنده تيأثر الى ما بغوش يغيروه تأثر إلى كان مسيطر عليهم واحد نسبة كبيرة يعني فاش تكون شخصية وسواسية هي صعبة العشرة لكن ماشي مستحيلة العشرة صعبة صعبة يعني يعاني ذاك الطرف الآخر اللي تيكون معهم يعاني من هاد الشخصية الوسواسية أو الشخصية على كل حال كاين شخصيات كثيرة نخليو هنا باش نركزو مع الشخصية هذه إذا الشخصية هكذا الوسواسية الشخصية القلقة كيكون صعب العشرة
ولكن ماشي مستحيل العشرة. يعني الشخص اللي معاه كيعاني ولكن تتمشي معاه الحال. على كل حال تقدر تمشي، تقدر تمشي حسب المستوى، لان حتى الوسواس القهري او الشخصيه الوسواسيه القلقه بدرجات، كاين اللي كيكون عنده 50% 90% 80% اذا مختلفه. لكن لما كيجي واحد وتينطق وتقول لك انا بنفسي قهرني راسي، انا بنفسي مبقيتش متحمل ذاتي ومتحمل نفسي، هذه مزيان خطوه اوليه للعلاج، الاعتراف بالاضطراب، اضطراب الشخصية اللي تكون عند الإنسان أو الاضطرابات الأخرى، هذه مهمة في العلاج. إذا سيدي أحمد أنا غننصحك بالتنويع، تنويع أولا ديال نمط الحياة ديالك، بمعنى خلي مثلا جانب الرياضة حاضر، جانب التنفس العميق حاضر، جانب التأمل، التأمل والتركيز وأمور إيجابية والتخيل صور إيجابية سير حدا البحر حدا شي طبيعة يكون حاضر. علاش؟ غيخفف لك من حدة التوتر والصورة اللي كتكون عندك انت واقعية كتكون حاضرة عندك، بمعنى هذه بغيتها تكون قادة، هذه غتجي في بلاصتها صورة أخرى اللي هي صور جميلة قبل، فما غيبقاش في المستوى الحدة ديالها، ما تبقاش حاضرة بداك الشكل قوي عندك في نفسك. علاش؟ حيت نفسك ملأتيها بحويجات أخرين. إذا التنويع، أما فاش يكون الراجل الخدمة الدار، دار الخدمة، والمرأة حتى هي الخدمة الدار، كاين اللي كيعتبر هذه إيجابية ولكن والله تكون سلبية على النفس. حيت الخدمة الدار، دار الخدمة الوليدات، لا، خاص يكون تنويع روحانية، تمشي للمسجد ولو مرة في الأسبوع، عرفتي واحد الراحة كتحس بها لما كتمشي في المسجد، والله بالتجربة العفاف. لما تنحس براسي مقلقة وشي وكيسات ماشي هما هذوك، تمشي تنجلس بين المغرب والعشاء في المسجد، كنصلي ولا حتى الا صليت في الدار تمشي مورا للمغرب، عرفتي كنخرج واحد اخرى سبحان الله. يعني هذا الجانب مهم، او لا كتشوف نفسك محتاج الاصدقاء، خاصك تجلس معاهم، خاصك شي درس تسمع شي حاجه، كتشوف واحد تعطش نفسي روحاني عندك كتبغي تسمع ليه، تعطش فكري علمي، بعض المرات تكون باغي تقرا خاصك تقرا شي مسائل علميه، وبعض المرات تبغي تقرا شي مسائل عاطفيه. اذا هذا التنويع اسيدي احمد، ثم اذا قلت لك الرياضه، الجانب الروحاني، التنويع في هذا، وباش ننتقل من النمط الشخصيه البصريه، خلي جانب الحسي حاضر، بمعنى غادي نقول لمراتي هذه علاش تصاوبت، علاش هذه ما تصاوبتش، هذه ما تقادتش، هذه اجي واش الا قلت لها هذا الشيء غادي تقلق، غادي تقلق. اذا شنو اللي اهم عندي؟ جانب المشاعر ديالها ياك. اذا خليك شخصيه حسيه اكثر منها بصريه بهذا الشكل هذا، غير هذا شوف هذا العراك سيدي احمد اللي غديروا مع نفسك فكري يوميا، غادي يشكل عندك العاده، غادي يشكل عندك العاده. ثم شغل نفسك دائما، دخل البيت شغل نفسك بهدف معين، اما نقرا كتاب، نجيب وليداتي حدايا ونقرا كتاب، نقرا قران، نقرا تفسير، مراتي نفس الامر ندخل معها في 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 امور اللي كتعجبها. اما الفراغ يؤدي الى الملاحظه، ما تدخلش في الفراغ، دخل في الفعل، في الحركيه، شغل نفسك ودير واحد البرنامج مشترك، برنامج مشترك انتوما كعائله كوليدات، ولدك عنده 8 سنين والاخر بنيته 4 سنين، بنيته 4 سنين بحال هكذا، غتجيب لهم قصص وغتقرا، لما تلقى راسك كتقرا تقرا لهم قصص، غتشغل نفسك على اي ملاحظه وعلى اي توتر. بالتوفيق ان شاء الله. احمد على الخط معنا ولكن هذه المره من مدينه الدار البيضاء، اهلا وسهلا بك احمد. وعليكم السلام ورحمه الله، خير الاسماء. الله يبارك فيك سيدي مرحبا. الله يوفقكم في هذا البرنامج الجميل الطيب المبارك. الله يبارك فيك. وكنشكر الدكتوره تبارك الله على الكلام الجميل ما شاء الله. ربي يخليك سيدي، شكرا لك. اللي بغيت نقول ان شاء الله تعالى هو ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه صحابي وقال لا تغضب. قال اوصيني، قال لا تغضب. قال اوصيني، قال لا تغضب. اذا المساله اللي عندنا احنا هو الغضب. نعم. الغضب عندنا مشكل، حنا كنغضبوه اي اتفه الاسباب كنغضبوا فيها ما بين الزوجين. اذا الراجل ملي كيدخل للدار كيلقى شي حاجه صغيره كيغضب عليها، وهذا خطا كبير هذا. لان هذيك الشيء كتشكل لها المراه ديالك، كطيب لك، كدير لك الامور ديالك. وهنا الراجل خصو يعرف بان اول مره شوف سبحان الله العظيم، شوف شتي الدنيا كلها، اذا بغى الانسان يعيش سعيد في هذه الحياه هو يتبع كلام الله جل وعلا. علاش؟ لان الدكتور ديك انت والدكتور ديالي انا والطبيب هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو معلم البشريه. اكيد سبحانه وتعالى. اذا من كيجي انا بغيت نتزوج مقبل على الزواج، اش خصني ندير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربع، لجمالها ولحسبها، وجا في الاخر فاضفر بذات الدين تربت يداك سبحانه وتعالى. اذا الا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم تعيش حياه زوينه وفيها الحمد لله الخير وفيها كذا، اش خصك تزوج؟ تزوج بالزوجه اللي تعرف يعني اللي الحمد لله مقبله على الدين ومربيه في الدين ومربيه في الاخلاق وفي المعامله. لان الله سبحانه وتعالى قال في القران الكريم من عمل صالحا من ذكر او انثى لنحيينه حياه طيبه.
اذا الاعمال اللي باش توصلك سبحان الله يعني سبحانه وتعالى في الحياه الزوينه والسعيده هو العمل الصالح. لانني كنتعامل مع الزوجه كانها روح ماشي جسد. يعني بعض الازواج كتعامل معها كانها جسد وهي لا، يقصد تعامل معها كانها روح. لان تخيل دابا واحد المساله، الانسان دابا تنعس على المخده ديالو ياك اختي، يا الا حيدا المخده ديالو كيفاش غينعس؟ تنعس متوتر، ايه معصب سبحان الله. كذلك مثل في الزوجه ديالك، زوجك هي المخده ديالك، هي اختك، هي عمتك، هي باك، هي كل شيء. حنا كنجي كنديروا عدوه، علاش؟ كتجي ام المقبل على الزواج كيقول تقول لي امك وعندك تفرلك وعندك دير لك وعندك دير، او حنا دابا جي بينا باش تقول لي هي الروح ديالي تولي هي العدوه ديالي. الراجل كيولي اش كيدير؟ كيولي كيخاف، كيولي لا هذا خطا كبير، خصني نجي نضيعها نقريها تقرا معايا مدرسه ربانيه ديال النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله. وفي الحديث الاخر قال النبي صلى الله عليه وسلم اقربكم الي مجلسا يوم القيامه شنو؟ حاسنكم اخلاقا. احنا خصنا نتعلموا الاخلاق والمعامله في البيت، في الشارع، نتعلموا في المدرسه، نتعلموا مع الناس في التجاره، نتعلموا في اي مكان. خرجنا لبرا لاوروبا نديروا الاخلاق ديالنا احنا. احنا خصنا الاخلاق ديالنا احنا الاخلاق ديالنا خذوها عندنا الاوروبيين وطبقوهم وشو كيمشوا بعيد، وحنا معصبين على والو على هذا. الله المستعان. نسال الله تعالى يوفقكم في هذا البرنامج الجميل. يا رب. وان شاء الله تعالى مع السلامه والله يوفقكم. يا رب. شكرا لك احمد، تواصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء. دائما ارقام التواصل مفتوحه وكل اسئلتكم كنجاوبوا عليها رفقه الدكتوره امال نعمي من خلال برنامجكم سيده النساء على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. الا سمحتي دكتوره امال غادي نمشيو هذه المره المجموعه من الاسئله نجاوبوا عليها وصلت للرقم 5080. ولكن اول حاجه عندنا SMS كيقول تحية كبيرة لك أختي عفاف، وكنشكر دكتورة أمل بزاف على هذا البرنامج، راها عزيزة على كل أفراد الأسرة والعائلة بزاف. هذا أحمد فهلال من مراكش. شكرا لك أحمد. غادي نمشيو هذه المرة الاسماس آخر من عند مستمع اللي هو سفيان من الصخيرات، كيقول رجاء سؤالي لكم، أنا عاد تزوجت واتفقت مع مراتي على أنه العرس غادي نديروه من بعد عام لأنه الظروف المادية ما كتسمحش. دابا المشكل اللي وقع لأنه بعض المرات أنا كناخذ كونجي كنبغي نسافر معها، كنبغيو نمشيو لمدينه اخرى، ولكن هي كترفض، كتقول على انه التقاليد عندهم الى البنت ما دارتش العرس ما يمكنش تسافر مع راجلها ولا تخرج معاه نهائيا. وقال دكتوره امل هذا الشيء راه خالق لينا مشكل كبير وصراع، وليت كنقول واش انا تسرعت وهذه ماشي هي المره ديال الزمان. لا اله الا الله. اللي بغيت نقول سيدي احمد انا هذا سفيان من الصخيرات. سفيان. نعم صحيح سي سفيان. كاينه واحد الاعتبارات اللي خصنا ناخذوها في الحسبان. فدخلتي لمؤسسة الزواج مزيان، ولكن ما تنساش الأعراف، ما تنساش المسائل الدينية. غيقول لي مسائل دينية وراه مراتي. بلاتي أنا جايك ما تسرعش. وفعلا هادشي اللي قال أنه كيقول لها أنها مراتي. نعم. وتقول لا هذه ماشي مرا ديال الزمان. لا 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 ماشي هكذا سيدي سفيان. يعني هو فعلا لما كتعقد راها كتولي مراتك، ولكن حتى العلماء شنو تيقول لك؟ نعم. تقول بأنه ما يمكنش يتم دخول إلا إذا كان مثلا بإذن يعني السيدة اللي هي الأعراف. شنو كتقول في هذا الأمر؟ حيت حنا عندنا في المجتمع المغربي أنه تيكون العقد ما كيتمش فيه دخول عاد باش حتى كتمشي المرأة لدارهم، يعني حتى كتنتقل لبيت الزوجية. فهنا إذا كانت هذه الأعراف كاينة خصك تحافظ عليها سيدي سفيان. أنا غنعطيك حل آخر، علاش المسائل المادية ما متهيئاش؟ علاش غتخلي هذه السنة كاملة؟ ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أولي أم ولو بيشات، دير غير شي نهير يكون بسيط بيناتكم وغتكون حليتي الامر. اذا هنايا ما تعتبرش بان مراتك راه ما كتبغيك شيء ولا ماشي مرات الزمان، باقي ما يمكنش تحكم عليها من هذا الجانب. هي مرتبطه باعراف، وحتى من شوف العرف يحكم، حتى في الشرع عندنا العرف يحكم. الا ما وافقوش ليها والديها، هي باقا في بيت زوجي في بيت والديها، وباقي الانفاق ربما حتى من طرف والديها، فما يمكنش انها تطيعك في هذا الامر وتمشي معك هنا وتمشي معك هنا وتمشي معك هنا. اذا هنا خذ الامر بانه عادي جدا، بانه شرعي، بانه عرفي، الاعراف محكمه. انا ما قلتش بانه ما تلاقاش معاها ولا ما تخرج شيء معاها ولا، هذا مطلوب، هذا عاود ما يكونش فيه تحجر، واحد التحجر كبير. ولكن الا ربما هي كتخوف مسائل اخرى،
كتخوف من مسائل اخرى، فنحترموا العادات ديال بعض الاسر المغربيه او لا معظم الاسر المغربيه. فالاشكال هو انه كيتوقعوا الناس بانه خصو يعدوا لهذاك الحفل ديال الزفاف وخصو ليه اموال وخصو يكون كبير وخصو، ماشي بالضروره تكون شي حاجه اللي هي على قد على قد المستطاع، على قد شوفوا كتكون فيها جماليه سبحان الله، حتى الامور اللي كتكون بسيطه راه كتكون حتى هي حلوه. فيديروا واحد الحفله بسيطه غير العائله، عائله زوج المقربين، عائله زوج المقربين، ماشي بالضروره ان لا ما عرضناش على فلان راه غادي يتقلق وفلانه وفلانه وفلانه، لا هكذا ديروا حفل زفاف، اعلان ديال النكاح، اعلان ديال الزواج، وديك الساعه تدي معك مراتك. مسائل مادية ربما ما توفرت، شنو المقصود؟ باقي ما عندكش مثلا واحد العمل مستقر، ما قدمتي على هذا الامر هذا ديال الزواج الا وكاين واحد المعطيات ماديه اللي هي حاضره، فصبروا على بعضياتكم وشرح ليها الوضع حتى هي راه غادي تفهم هذا الامر، وحتى وليدها غيتفهموا. انت مثلا كتوقع وكتنتظر بان واحد المشروع غادي ينجح لك، راه شوف الانسان يعيش بابسط الامور، كاين اولويات وكاين ضروريات وكاين تحسينيات وكاين حاجيات، فما نديروش الضروريات في بلاصه الحاجيات والحاجيات في بلاصه التحسينيات ونخربقوا المسائل، لا كاين ضروريات ديال العلاقه الزوجيه والحياه الزوجيه، كاين مصرف فين تقدر تصرف، كاين بيت غادي تجمعكم يجمعكم جوج بكم، صافي يعني قادر انك تنفق عليها من الجانب الاكل والشرب واللباس والتطبيب، التطبيب تاهو راه مهم جدا وداخل وخصو يكون ما نغفلوش هذا الجانب هذا، اذا قادر على هذه المسائل ما كاين لاش تاجل الله يرضي عليك، وكبر عقلك السي سفيان وحاول انه تجي مثلا عندها في نفس المنطقه ونفس المدينه اللي انت فيها، وخرج معها وجلس معها وتفاهموا وزيدوا تعرفوا على نفوسكم اكثر، تقدر تكون هذه فرصه باش انهم يتقربوا بزاف الناس مع الاعراف، تيقول لك في فتره الخطوبه ما كيقدروش يتفاهموا ويتعارفوا مع بعضياتهم، فهاد الفرصه ديال العقد تنقولوا حنا الملاك او ضريب صداق او كذا، كتكون فرصه للتقارب اكثر، فغير تفاهموا خليوا المسائل ربما ديال الدخول والجانب الجنسي هذا خليه شويه مؤجل، خليه ريتما تفاهموا اكثر وتقربوا اكثر. واخا غادي نمشوا لاس ام اس اخر دكتوره امال، هذه المره من عند مستمعه كتقول انا عندي مشكل وبغيت الراي ديالكم. كتقول هي مزوجه هذه المده ديال سنين، الزوج ديالها مزيان بزاف، الاخلاق ديالو والمعامله ديالو لا ليها ولا للناس ولا العائلة ديالها يعني مشهود على أنها طيبة، غير المشكل اللي كيوقع على أنه اكتشفت شحال من كذبة على الزوج ديالها، وقالت على أنها بحكم أنها كتشوفه مزيان ما كتقدرش تصارحه نهائيا، وقالت لي حد الآن ولات كتشك فيه، ولات كتقلب التليفون ديالو، بعض المرات ولات كتبعه لأنه كتقول علاش كيكذب. فقالت دكتورة أمل هاد الشيء ولا كيخليني كنشك فيه بزاف واخا ما عمرني ما حصلته. لا شوف الكذب هنايا كنت غنسولها شنو نوع الكذب؟ الكذب هنايا ربما في جانب ديال العلاقات النسبيه، هذا مجرد شك عندها ما عندها حتى شي حاجه يقينيه، فاذا هذا وسواس ديال الشيطان دخلك وديال النفس البشريه، ربما حصلت عليه كذبه في شي حاجه، هو بغى يتفادى انه يجرحك، بغى يتفادى بانه تثير الغيره ديالك، ويجوز الكذب في بعض الامور بين الزوجه وبين الزوج، من ضمنها انه مثلا يقدر يكون ما تيبغيها شيء يقول لها راني كنبغيك، هذا يجوز شرعا، لان حتى الحب يولد، فممكن انه ما يكونش واحد التعلق في البدايه، ولكن مع العشره ومع الزمان ومع الصبر ومع العطاء وهذا حتى كيتولد الحب، فاذا ما يقولش لا لا عرفتي شنو انا باقي ما كنبغيكش بزاف دابا يلا 21% 41% واحد المصارحه اللي تكون كضر المراه، لا لا، الفطنه والحكمه والشرع والدين تيقول لك بانه قول لمراتك بانه كتبغيك، نفس الامر بالنسبه للزوجه، اذا هنا يكون راجلك يقدر يتفادى مسائل الغيره، يقدر مثلا هو شي نهار تكلم مع شي وحده اللي كتعمل معاه وعرفك بانه الا صارحك وقال لك غتثور الثائره ديالك، كاينه بعض النساء اللي شديده الغيره، فاذا كيتفادى هو يقدر يقول لها بانه راه هضر معايا، انا ما لا ابيح الكذب في مطلق الحالات، وشرعا لا يجوز الكذب في مطلق الحالات بين زوج وزوجه، ولكن شي مسائل اللي كنعرفوها بانه ممكن تخلق حزازه كبيره، ممكن تخلق توتر كبير، اولا الكذب في المشاعر ولا تفادي المشاكل ممكن، ولكن يكون الرجل غادي على الطريق المستقيم، والمرأة حتى هي نفس الامر، ماشي راه تيدير مسائل غير مباحه ولا مسائل اللي كضر العلاقه الزوجيه ويمشي يكذب يزور الحقيقه، لا ماشي هذا المقصود. اذا التمس الاعذار، تعلموا فن التماس الاعذار الاخر، تعلموا فن حسن الظن بالاخر، شي احيانا كتشوف شي حويجات وتتبان لك راها انت راه كتشوفها بعينك، ولكن دائما اولها الله يكرمك لما تعلموا
فن ديال التأويل. ممكن انك انت شفتيها بدك بدك بشكل الشكل ولكن راه ماشي في حقيقتها بدك الشكل. وعطينا المثال الحلقه اللي فاتت أيه. معك دكتوره امال نعم. فمشكوره كتبات لي رقم 8 فمن جهتي انا بان 8 هو الرقم العربي نعم. ولكن من جهتك انت بان 7 يعني من الزاويه كتختلف تختلف. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم تفادى هذا الامر. كان خارجه معاه صفيه، كان معتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وجات عنده صفيه وخرج هو وياها وغاديين هكذا باش يوصلها حتى شوف الاتيكيت ديال هذا الان اللي قرة ديال الضيوف الى جاو عندك انك تمشي معاهم حتى توصلهم عند الباب، ماشي بسلامه بسلامه وزيد ولا انت مشغول دغيا كتمشي. الرسول دار عليه الصلاه قبل عليه الصلاه والسلام غادي ومراته، ماشي شي شخص يقول مراته صافي راه مراته راه عارفه باب الدار عارفه نعم عارفه، لا مشى معها عليه الصلاه والسلام حتى وصلها على برا وهادي وهادي باش يلا تمشي للبيت ديالها. فشافوا الصحابه وحنا وراسهم ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم انها صفيه، راه غير صفيه. قال لهم واش غنشكوا فيك يا رسول الله؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حيد هذاك الجانب ديال الشك وديال الريبه ديال الشبهه ديال الشبهه صافي وضح الامر. فهنايا ماشي هما ساءوا به الظن او له، ولكن مزيان انه نلتمسوا بمعنى الصوره الذهنيه ديالنا ديال التماس الاعذار تكون حاضره في كل الامور. اللي كيقتل العلاقات بصفه عامه هي سوء الظن. قالت لي كذا قصدت به كذا، دارت هذا التصرف قصدت به تحتقرني للاسف ما عطاتنيش هذه، وحنا جالسين في الطبله ربما هي نسات ربما غفلات ربما التمس الاعذار. الله يرضي عليكم والاجر من الله والثواب من الله. ما تخليش الا الشيطان يدخل بيناتكم. كانت شي حاجه شي لبس وشاف شفتي بانه وسوس لك راسك مزيان، ما فيها بس تصرحيه بطريقه لطيفه. نعم دكتور امل اجي نسمعوا رجاء معنا على الخط من مدينه الدار البيضاء. نهاركم مبروك رجاء. رجاء مرحبا بك معنا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كداري الله يبارك الحمد لله رجاء. فيك الله رجاء. ايوا الحمد لله شكرا كل شيء مزيان. الله يبارك فيك. مرحبا بك معنا. انت بخير؟ لا بس عليك. كل شيء مزيان الحمد لله. عندك من عامل الله رجاء؟ عندي 23 عام. تبارك الله. مزوجة؟ مزوجة وعندي مشكل مع رجل. بخير. كيشك فيا بزاف وما عرفتش واش نكمل معاه ولا. لا كيفاش تيشك فيك رجاء؟ ما حيتاش. ما حيتقول فيها غير كنقول من غير هكا كيدوز الشهر اللي يدخل. ما كنسمعوكش مزيان رجاء، اشنو المشكل؟ ما سولتك دكتورة أمال بحال اش مثلا كيقدر يشك فيك؟ والو غير هكا كيدوز شي واحد ولا غير كنخرج وكيشك فيا بزاف. تيقول لك شفتي فلان ولا تيوصل به الدرجة أنه تيتهمك مشيتي مع فلان أو لا شي حاجة؟ كيتهمني بزاف. شحال هادي باش تزوجت ولا رجاء؟ هادي 5 سنين دابا وعندنا بنيته. وهادشي من البدايه ولا عاد؟ من البدايه. واش كان شاف شي حاجه ولا غير هكاك؟ يعني بمعنى شاف شي حاجه؟ لا شوف لاله رجاء مثلا تتهمش ولا بمعنى راه تنهضروا على الصوره، شاف شي حاجه اللي هي في الظاهر راه كتبان لا غار من شي واحد او لا شي حاجه وبقات عنده ديك الصوره؟ لا عمر شي واحد ما هضر معايا ولا شي حاجه غير هكاك كيشوف. اذا هو هكاك صافي. عندك معاه وليدات رجاء؟ عندي بنيته عندها 4 سنين. نعم بنيته. لا ما دخلتيش العائله؟ ما دخلتيش الناس؟ دخل العائله، كنت مشيت واحد المره عند وزا هو وشي ناس وعاد رجعت عاوتاني وما بقيتش زعما بس الحاله هذه ما دار لي والو حتى لدابا عاد هاد الايام وعاد ولا كيشك فيا عاوتاني ما عرفتش. لا لا واخا لا رجاء معاملته معك من غير هاد المساله الشك كيف دايره؟ ما غير بعض المرات ماشي زعما ديما غير ما عرفت واش من عقلو ولا ماشي عقلو ما عرفتش. شحال عنده من عام رجاء؟ عنده 23. تعرفتي عليه قبل من الزواج؟ تعرفت عليه. ما لاحظتيش هاد الشيء ولا لا؟ ما لاحظتش. ما كانش ديك الساعات تيغير؟ ما كانش يشك؟ لا ما كانش كيغير ما كانش كيشك حتى عاد بدا داكشي. لا ماشي عاد بدا، واخا نجاوبك على رجاء ماشي عاد بدا. شوف هناك بعض الاشخاص يحسنون فن تمويه الامور او لفن تغطيه على العيوب ديالهم قبل الزواج، بمعنى تعطيها واحد الصوره وكيخبي ديك المشكل اللي عنده هو ديال الشك والريبه، لان كاين بعض الرجال اللي عندهم هذا المرض، هذا مرض ديال الشك والريبه في جنس النساء عموما. اما كيكون سببه
شاف شي منظر ماشي هو داك مرحلة الطفولة أو مرحلة المراهقة، شي خيانة وقعات وبقات عنده مرسخة، أو لك يكون مثلا هو دار علاقات وعلاقات متعددة أو حتى علاقة وحيدة وحصل به حصل فيها خيانة، ولو تكون علاقة غير شرعية غير المهم كانت علاقة وحصل فيها خيانة، فحصلت له واحد النوع ديال الضغوطات النفسية واحد الشعور بالإحباط وهذا حتى أسقط الحالة على جميع النساء، تقال بأنه النساء كاملين ما فيهم ثقة. أو لكن واحد الجانب آخر، جلسات الرجالية اللي كتكون جلسات الرجال صلاة عن بيه ما شاء الله، فعاد ما يذكروا شي أمور اللي هي زيد بهم قدام، تبقوا يذكروا عيوب النساء، فلانة خانت رجلها، فلانة دارت، فلانة فعلت، فلانة تركت، تيجبدوا المشاكل كلها. أو له هو يكون من ذاك النوع التي تصفح الصحف، كاين واحد من النوع ديال الرجال اللي لما تيجلس في القهوة في الصباح فعوض ما يشد كتيب وياخد شي صفحة ديال البرامج اللي هي مفيدة أو لشي حاجة تزيد بالقدم تيمشي الكوارث. وحنا يا تبارك الله يعني بعض الصحف تحسن هذا الأمر وكتفن فيه، وكاين اللي صح وكاين اللي الصحف الصفراء وغيرها وغيرها. فكيمشي هو تيركز، اذا هو يبرمج عقله وفي الفتره اللي كيكون عقله متاح ليه بانه يكابط ويعني ويلتقط الامور اللي هي ايجابيه اللي هي حتى هي فتره الصباح ولا في وسط النهار وكذا، هو شنو تيدخل عقله غير المسائل السلبيه غير الحالات السيئه ديال المجتمع، اذا اشنو بطبيعه الحال غيولي يشوف من خلالها، غيولي يظن بمراته حتى هي السوء، غيبدا يقول بانه كيف ما هذيك خانت رسى انا ممكن تخوني ممكن. هنايا تيكون عاود الجانب الفكري الايماني الشرعي ضعيف، ولا الجانب الاضطرابات النفسيه عاوتاني مغالب على الانسان. اذا الجانب الفكري بمعنى حتى الا كانت حاله ديال السوء في المجتمع راه الناس ماشي بحال بحال، راه تيقولوا من جعل الناس سواء فليس لحمقه دواء، راه ما يمكنش انك تجعل الحاله وحيده واحده كغيرها من الحالات، حاول ان تميز تفرق. كل واحد الله سبحانه وتعالى خلقه مستقل، كل واحد عنده مستوى الايمان ديالو، مستوى الرقابه الله تعالى حاضره، انت خديتيها في الاول واختاريتيها امراه متقيه مؤمنه بنظارهم مزيانه، فاذا علاش غتوقع السوء؟ علاش هاد المرأة غادي تمشي مثلا تخون او حتى هاد الراجل غيمشي يخون؟ هادي خيانة اولا لله تعالى قبل ما تكون خيانة زوجية، هادي يعني كنا تكلمنا عليها في حلقات ماضية. فبالتالي غير هاد الجانب السلبي وسوء الظن ما يبقاش حاضر، والصورة السلبية اللي كتطغى على بزاف الناس وكتكون سبب مشاكلهم، تقول لك انا عايش في توتر وما قادرش يصرح، انا عايش ما مرتاحش، انا في علاقتي الزوجية ما مرتاحش، علاش؟ هو جالس مع راسه ودير عنده ديك القاتل الصامت ديال حديث الذات حديث النفس. راه سمعت صاحبي قال لي مراته وقع معها شي مشاكل، يمكن انا راه غادي تقدر دير معايا هكا، صاحبي مراته كانت عنده مشاكل ماديه تخلات عليه، صاحبي كذا صاحبي كذا، كيبقى يستحضر هاد الامور وكيسقطها على الحاله. او المراه هي فلانه رجلها خانها، فلانه رجلها دار، فلانه كتبقى حتى هي كتجيب، في حين انه لو اننا جلسنا مع ذاتنا وشغلنا نفسنا بذكر الله تعالى بالامور بالقراءه بالعلم بالثقافه بتطوير الذات بالمسائل الايجابيه، خذ كتير ما عمرك ما تخلي نفسك عندها فراغ، عمرك ما تخلي نفسك عندها فراغ، لما كتخلي النفس عندها فراغ كتملئك بالشر، النفس ان شغلتها بالخير انشغلت وان شغلتها بالشر وان لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. راه وعاء النفس هي وعاء، عمرتيها بالحاجه مزيانه كتعمر، عمرتيها خليتيها خاويه ما عطيتيهاش كتلتقط هي وكتجذب ليها الامور السلبيه. فهنايا الا ما كانش لله رجاء اضطراب نفسي عنده، راه هاد المسائل كتغير بتغيير الفكر، كنغيروا المشاعر والسلوك من خلال تغيير الفكر، خصو يغير الفكره ديالو على انه الاصل هي براءه الذمه، الاصل هو انه اي انسان بريء، اي انسان بريء واي انسان راه طيب ومزيان وخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم شوف عطانا واحد الارشاد عظيم جدا اللي تينفعنا في المجتمع وتيخلينا سعداء، اش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال قد هلك الناس فهو أهلكهم، أو في رواية أخرى أو وهو أهلكهم، بمعنى تقول لك شوف ما بقاش الخير في الناس، ما بقاش الخير في المجتمع، كاين غير الشر، هذا أولا هو سيء، أو في رواية أهلكهم بمعنى هو السبب في الهلاك. تصور لله عفف أنا مثلا أنا ولا شخص آخر يجي يبقى يقول لك عفتي الناس ما مزيانينش، عفتي ديك الدربة عندكم الناس خايبين، شي ديك الناس ديك البلاصة عندكم ما فيهم ما يتشاف، اليوم غدا اليوم غدا شنو غادي
ولو في شي واحد يبغي يدير الخير ولا هذا ما كيبقاش يدير الخير، علاش؟ حيت الناس راهم خايبين وما غاديش يعتبروا بديك الخير اللي غيدير فيهم او لا كذا. اذا كتولي واحد الصوره سلبيه كتكون حتى سبب في ان الناس يوليو خايبين فعلا وتوليو اشرار. فاذا حتى الا كانت شي سيئه من السيئات كتموها، الله يرضي عليكم، ما تبقاوش تناقلوا الافكار السلبيه، ما تبقاوش تناقلوا الاخبار السلبيه. وقعت شي جريمه من الجرائم، شنو الغايه؟ انا كنقول هاد الصحف شنو الغايه من انك تنقل جريمه بلا ما تعلق عليها؟ شنو الغايه؟ نقلتي جريمه، اولا لا احبذ، ثانيا اعطيها واحد التحليل واعطيها واحد المعطيات واعطيها واحد الفكر يكون حاضر معها. ما تنقلش لينا غير الجريمه هكذا وتحطها، يقراوها الشباب، يقراوها مراهقين، تقراوها ناس وكيبقاو يقولوا فعلا راه المجتمع شنو فيه شنو. لا، جانب دائما نذكروا الجانب الايجابي والجانب السلبي. النور كاين وكاين الظلام، كاين الليل وكاين النهار. نعم، إذا سمحتي دكتورة أمل، لأنه كانت مكالمة كيقول لي مهدي بنكوس معي في الإخراج مشكور وفي استقبال مكالمات أيضا، كان رشيد هو من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ولكن ما بغاش يمر معنا على الهواء مباشرة، ولكن كيترجع لأنه نجاوبه على السؤال ديالو، وقال الرأي ديالك كيهمه بزاف. قال ربما هو كان الزواج ديالو عن غير حب. يعني بزاف ديال الناس اللي كنعرفو كيقول لك ودابا راه جا الوقت ديال الزواج، خاصني نتزوج بغض النظر مع من ولا كيفاش ولا شكون. المشكل اللي وقع فيه لأنه دابا مدة قصيرة من بعد الزواج ما بقاش باغي يكمل مع السيده اللي سبق واختارها. فدابا كيقول واش يكمل، يعني هو عايش صراع، واش يكمل واش صافي يتوقف باش ما يظلمش حتى ديك السيده لانه ما كيبغيهاش. سيدي رشيد الله يكرمك، انا قلت لك يعني في الحلقه الماضيه واؤكد وانا حاسه بك ومتفهمه، ربما هو اللي كان سبق وتواصل معنا وهذه المره ما قدرش. نعم هو اللي تواصل معاه، مازال ما خداش قرار. نعم باقي شوف بعد مرات راه هذا امر عادي ونفس بشريه طبيعي. فاش تنبغيو اننا ناخذ شي قرار ولا نصنعوا شي فكره صعب، وتنبغيو ان شي واحد اللي يبقى يعاود لينا الفكره وعاود. شوف سواء كان السي رشيد او شخص اخر غنجاوبوا نفس الجواب. يعني في هذه الحاله هذه انا تنقول لك السي رشيد يلا غنعطيك واحد الاليات اللي هي عمليه. خذ ورقه وقلم السي رشيد، خذ ورقه وقلم، كتب لينا شنو هي الايجابيات اللي كاينه في مراتك الحاليه. واللي التمستيها، اللي تلمستيها فيها في هذه الفتره ديال سنه ولا سنه ونصف، حيت ماشي الزواج ديالو ما طويلش. يعني بمعنى راه كاينه شي ايجابيات اخرين اللي باقي ما بانتش الناس، حتى كتكون مواقف عاد كتبان فيهم ايجابيات اخرى. تقدر هاد السيده اللي انت الان باقي ما مرتاحش ليها ولا ما بغيتيهاش بالشكل اللي بغيتي، راه ممكن تكون لك افضل بكثير من شي سيده اللي تعجبتي بها وحماقيتي عليها في البدايه، ولكن ما عندهاش مواقف ديال الثبات في المواقف الصعبه. تقدر هاد السيده ما تخلاش عليك في المرض، تقدر هاد السيده عندها مبادئ واخلاق اللي تقدر توقف معاك في واحد احلك الظروف. فهنايا الحب يولد، الحب كنخلقوه حنايا. الا كانت السيده كتعرف تعامل الزوج راه لا شك غيبغيها، غيبغيها يعني اليوم وغدا غادي يبغيها. الا ما كانش كتعرف تعامل الزوج سيدي رشيد ما فيها باس انت تعلمها، ما فيها باس. الجهل بفنيات العلاقه الزوجيه للاسف ما تيمتلكوش كثير من الناس، ومن ضمنه اهم شيء هو ضبط النفس بين قوسين، يعني لانه ضبط النفس مهم، حيث الانفعال الزائد والانفعال اللحظي في اتجاه اي مشكل تيخلق مشاكل من لا شيء. تيكون مشكل بسيط، مشكل بسيط لما انسان ما تعرفش يتحكم في ذاته في مشاعره في اعصابه كيقدر يخليه مشكل كبير، وهنا تيخلق مشاكل. سي رشيد كتب ورقه، كتب فيها الايجابيات اللي كتشوفها انت دابا في مراتك، وورقه اخرى كتب فيها السلبيات اللي كتبان لك فيها، وغادي توضع الصوره قدامك. وانا عرفت سي رشيد يعني كنطلب معايا موعد وباقي ما تيسرش الامر لان اللائحه شويه طويله استسمح، ولكن ان شاء الله مادام انت ملح في هذا الامر هذا غنحاول نديروا شي جلسه ان شاء الله. الايجابيات والسلبيات تكون حاضره، انت غتكتب لي الايجابيات ديالك والسلبيات ديالك كذلك. الامر الثالث هو انه تشوف شنو هي الاولويات عندك، واش انت الاولويه ديالك هي العاطفه والمحبه تبادل المشاعر الرومانسيه؟ علاش السي رشيد ما حطيتيهاش قدامك في النهار الاول قبل ما تزوج؟ قبل يعني في الاختيار. الاختيار علاش؟ علاش هنا ماشي لوم، انا ما تلومكش، انا بغيت نعرف المعطيات والظروف اللي خلاتك انك ما تديرش هاد الشيء في اولوياتك. ربما تكون انت ما عندكش درايه بنفسك، هذا خطا تيوقعوا فيه بزاف الناس، ما عارفينش نفسهم، ما عارفينش شنو هما باغيين اصلا. فلهذا تنقول المقدمين على الزواج، الناس اللي تيبغيو يتزوجوا، الشباب، يجلس مع راسو يعرف راسو اولا شنو هي اولوياتك. واش واحد
أولوياته هي المادة، غنقارنوه مع أولويات ديال المرأة أخرى اللي عندها واحد القوة بدنية ونفسية، اللي عندها الأولوية هي المادة وما عندهاش أولوية هي العاطفة، مع امرأة لطيفة رقيقة حنون عندها الأولوية هي العاطفة. فما يمكنش غادي نقارنوا هادو بيناتهم، كل واحد واولوياته. هذيك عندها القدره واخا يكون الراجل قبيح وصعيب، تقول لك انا المهم عايشه مرتاحه، انا عايشه مبرعه، صافي يكفي. هذا واقع لا ننكر، الناس تختلف والنساء تختلف، ولكن الطابع السائد هو المراه انها رقيقه وحسيه ومشاعريه. اذا هنايا كل واحد يعرف نفسه اولا، يعرف ذاته، يوضع اولوياته. عندك العاطفه هي الاولى، حطها هي الاولى. عندك الجمال في المرتبه الثانيه، حطوا واحد المقياس للجمال اللي بغيتي انت تكون في الزوجه مثلا المستقبل. عندك الجانب ديال الحداقه، حاضر يعني شؤون البيت هذا كاين اللي عنده هو الاولويه، عاود ماشي عنده العاطفه وكذا. كاين بعض الرجال تقول لك انا المراه بغيت الحادقه تكون قيمه بالدار، كتقوم بالدار يعني كتطبخ مزيان، ديك الرعايه كيف ما شاف مو او شاف العائله ديالو. ديك المراه البلديه المتشبته هي الاولويه، هي الاولويه. اذا عرف نفسك اولا باش ما تظلمش نفسك، او ما تظلمش الاخر. فات الفوت وما عرفتيش نفسك وقعتي في الاختيار ودخلتي للزواج المؤسسة الزواج، تقدر ممكن اننا كنغيروا الاولويات، ماشي تنغيروها 100% وانما تنطبعوا معها، تنتفاعلوا معها وتنتعيشوا معها. عندك اولويه العاطفه، غادي تخلي مراتك تستجيب لك عاطفيا، هي غتغير من الاولويات ديالها. عندك الاولويه هي الحداقه، غادي تفهمها هذا الامر وغادي تستانس به وتدرب عليه. انا كاين نساء اللي مدربينش في ديورهم على هذه المساله في بيت والديهم ولا. اذا هكذا تنتفاعلوا مع الاخر، اما باش تنسحبوا مباشره لا احبد، الا في الحالات القصوى، بمعنى حسيت براسك نفور تجاه هذه الزوجه كاع لهذه الدرجه، ما فيها حتى شي ايجابيات، ما فيها حتى شي حاجه اللي كتعجبك، ونفور حتى العلاقه الحميميه ربما ما بقاتش كاينه ولا ما كتجذبكش هذيك السيده، انا ذاك ما عندي ما نقول لك، نقول لك امسك بمعروف او صريح باحسان باش ما تظلمهاش وما تظلمش راسك. ولكن اخر الدواء الكي بالنار، يعني تدير هذه المراحل هذه وديك الساعة إن شاء الله، واستخر الله سبحانه وتعالى. استخر الله بالتوفيق سيدي. دكتور أمال، لأنه دقائق فقط وينتهي اللقاء والموعد معك، دائما ما كنسخوش بك، غادي نمشيو هذه المرة المجموعة من النقاط والنصائح نتاوها عملية للمستمعين الكرام، بما أنه كان الموضوع ديالنا اليوم هو العصبية والتوتر اللي كتكون حاضرة في العلاقة الزوجية. كيف ممكن هاد الناس يصحوا المسار ديالهم؟ ربما ناس اللي كيكونوا عصبيين، كيكونوا متوترين، هذا الأمر كيأثر عليهم هما أولا، كيأثر على الشريك، وكيأثر على الوليدات وعلى المحيط والجو العام ديال الأسرة. فكيف ممكن يتفادوا هاد المشاكل هذه؟ نعم، أول شيء أستاذ عفاف هو الوقوف مع النفس. أول شيء هو الوقوف مع النفس، مراقبة النفس، صحيح مسار النفس، ومحاسبة النفس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. زكي نفسك وأنا ذاك الأمور كلها غادي تقاد. شي نظرتنا للأمور هي اللي كتحكم لنا على السعادة ولا تعاسة نفوسنا. إلا كتشوف واحد الواقع بواحد النظرة اللي مختلفة على اللي كيشوفها واحد اخر، راه انت اللي كتحدد النتيجه. بمعنى كاين واقع معين، نفس الواقع، كاين اللي كيشوفه بايجابيه تيخلق عنده السعاده، وكاين اللي كيشوفه بسلبيه عنده سبحان الله نعم، وتيشوفها بواحد الشكل سلبي عمره ما تيحس بالسعاده. اذا استطعام السعاده، اذا كنرجع الوقوف مع النفس، مراجعه النفس، شوف شنو هي الامور اللي عندك ناقصه، حاول تزيدها في نفسك، دائما طور نفسك، دائما سعى الى انك تحظى بداك الهدوء النفسي وضبط النفس وضبط المشاعر. بمعنى ما تسيئش الاخر، تعلم انك تكظم الغيظ، انك تسد فمك شويه، يعني نسدو فمنا، بمعنى ما نطقوش باي كلمه قبل ما نعبروها. هذا اذا هذا شيء مهم. الله تعالى كيقول والكاظمين الغيظ، يعني كظم الغيظ، الغضب لما يجيك كظمه، لانه رد الفعل السلبي والسريع مؤسف مؤسف. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اذا تعلم انك تقدم الغيظ ديالك، وهذا الشيء كتدرب نفسك عليه. لهذا كيف ما قال سي مصطفى، خص يكون تهيئ العلاقه الزوجيه. الوليدات نعلمهم بانهم ملي يكونوا صغار، ملي يكونوا شباب مراهقين، يتعلموا كيفاش انه يضبطوا نفسهم، ما يكونش سريع الغضب، لانه في الحياه غتصادفهم مشاكل، وفي الحياه الزوجيه بالخصوص. فهنا يتعلم انك تضبط نفسك، نفسك اعتبرها كانها واحد الحصان، هكذا تصورها انها حصان، وانت اللي قابط للجام، انت اللي قابط للجام. الا درتي الحصان للجام، انت كتعرف فين غادي تمشي به، هنا ولا هنا. ما درتيلوش للجام،
كن على يقين خليتي غيمشي بك بالبلاصه اللي بغا هو ماشي اللي بغيتي انت. ونفسنا بين ايدينا مسؤولين عليها امام الله سبحانه وتعالى، امام المجتمع، امام ساعاتنا، راها ساعاتنا نفسنا. اذا نكونوا حكماء في التعامل معها. درب نفسك، ربي نفسك، ما ربوكش والديك بالشكل اللي بغيتي انت. انت قادر الان، الحمد لله ربي عطانا القدره، عطانا الاراده، فغير نفسك. ما يمكنش تصور من الاخر تغير الا ما غيرتيش من نفسك. نعم، كل الشكر ليك الدكتورة أمال نعامي، وإن شاء الله موعد آخر غادي يجمعنا الأسبوع الماجي في برنامج سيدة النساء. لكم أطيب وأرق تحية من عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون. شكرا لمهدي بن كوس اللي كان معي في الإخراج وأيضا استقبال مكالمتكم، وكنتمناو نهاية أسبوع ممتعة لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم. إدغاديو، إلى اللقاء.